على فين يا استاذ؟ داخلة الدكتور عاصم. الدكتور في الراحة. والراحة بقى تخلص امتى؟ كمان نص ساعة، بس برضو مش هينفع تقابليه النهاردة، عنده مواعيد لحد نص الليل. طب ادخلي قولي له ساندي واقفة بره وعايزاك، مش هتاخد من وقتك أكتر من نص ساعة بتاعت الراحة. أيوه بس الدكتور قال ليه يضحي بنص ساعة راحة بدل ما يتعب العمر كله. كتير مننا بيبصوا لباب الجواز وهم خايفين، وكتير مننا بيشوفوه بيضحكوا بسخرية، وكتير بيقفوا على عتبته وهم نفسهم فيه. لكن رغم كل ده الأسطورة بتقول إن الجواز شر لابد منه. أيوة يا بني. ساندي بره وعايزة تقابل حضرتك. وزعيها قولي لها أي حاجة. حاولت بس ما قدرتش، شكلها مش طبيعي، أنا رأيي تقابلها أحسن. ياسر يا ابني ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك. مش عارف حاسس زي ما يكون ربنا بيجبرني فيكم. ازيك يا فريد؟ انت ما بتسلميش عليا ليه؟ طبعا عارف ان انتوا زعلانين مني، بس انا 15 سنه محبوس بين اربع حيطان، ما فيش اي حاجه شغلاني غيركم انتوا. شيخت وعمري جري، انا بعد ربنا دعوه واحده بس، انكم تكونوا عرفتوا الحقيقه. انت ما شختش ولا شبت في ال 15 سنه اللي استجنت فيهم دول. بجد انت مت. امسك دول فلوس. اعتبرهم تنازل مننا عن علاقتنا بيك. بابا فريد ما توصلش، حضرتك مش عارف دلوقتي احنا وضعنا بقى ايه. هي بقت دكتورة كبيرة في الجامعة وبتدرس للطلاب في كل حتة في العالم، وانا كمان بقيت محامي كبير، يعني لينا اسمنا وسمعتنا. ما شاء الله ما شاء الله. احنا من ساعة ما دخلنا الجامعة انا واسر وأي حد بيسألنا عنك بنقول موت. بس سرت آخر مرة زرتني فيها من 5 سنين ما كانش الكلام ده موجود. حد اديتني رقم تليفونك واتصل بيا. حضرتك عارف الناس وكلامهم. اسمعني، انت من 15 سنة دمرت لنا حياتنا، وانا مش هسمح لك ترجع دلوقتي وتدمرها لنا تاني. امسك الفلوس دي اعمل بيها اي حاجة، اصرف على نفسك، لكن انسانة خالص، شلنا من دماغك. احنا اعتبرناك مت، وانت كمان اعتبرنا متنا ودفنتنا بايديك. الشر بعد الشر عليكم يا حبيبتي، بعد الشر.
رايك في ده؟ ايه ده يا ياسر؟ ده شكله غالي قوي. ممكن لو سمحتي ما تشغليش بالك بالفلوس خالص. يا حبيبي انا ما بتفرقش معايا الحاجات دي، انا بالنسبه لي اي دبله حلوه عليها اسمك من جوه كفايه. مفيش اي حاجه في الدنيا دي كلها تغلى عليكي. طب معلش نشوف حاجه اقل برضه. اقل ايه؟ انت لازم يجيلك احسن حاجه. تعالي. ممكن بعد اذنك نتفرج على قطوم كامله؟ طبعا يا فندم، اتفضل. اتفضل فندم. عندي ده، عندي ده، وفي ده، وده. أنا شايف إن ده أحلى واحد، إيه رأيك؟ طب ممكن بعد إذنك نجرب ده؟ طبعا اتفضل. يا خبر أبيض، يا الحلاوة دي. ما تقلقش يا ياسر، إن شاء الله خير. ها، عملتوا إيه؟ في إيه يا علي؟ ما عملتش تشيك إن في الأوضة أصلاً، الماكير والكوافير مستنيينها من الساعة 4 العصر ما جاتش. يعني إيه؟ اختفت؟ والناس اللي جوه دول أخش أقول لهم إيه؟ العروسة طفشت؟ هو ده كل اللي همك؟ الناس؟ إهدى بس يا ياسر، طب ما تحاول تكلمها تاني. كلمتها 100 مرة على تليفونها من الصبح ومقفول. أنا هتجنن، أكيد حصل لها حاجة. ولما تليفونها مقفول من الصبح حضرتك جاي تدور عليها دلوقتي؟ وانا ايش عرفني يا فريده البنات بتعمل ايه في يوم زي ده؟ انا قلت انها يعني مش عايزه ترد على التليفون عشان ما تبوظش الميك اب ولا تكون بتعمل شعرها ولا حاجه. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هروح اشوفها في البيت. تروح فين؟ والناس اللي عازمينهم جوه دول اقول لهم ايه؟ ناس مين؟ يلعن ابو الناس. يا جماعه اسمع اسمع استنى بس، انا لازم اروح معاه، مش هينفع اسيبه لوحده. واضح ان مفيش حد جوه يا ياسر. يا ابني انت كده هتكسر الباب. بكسره يا علي، خايف يكون حصل لها حاجه جوه. ايه ده؟ ايه الخبط ده؟ انتوا عايزين مين؟ مفيش حد جوه. احنا بنسال على انسة عاشق اللي ساكنه هنا. عاشق سابت الشقه ومشيت. سابتها امتى وازاي؟ هي عقدها خلص. جت امبارح خدت حاجتها وسلمت عليا انا والولاد ومشيت. طب حضرتك ما تعرفيش هي راحت فين؟ لا ما قالتليش. هو انتوا قريبها؟ شكرا. ملك موكا، موكا ملك طارق في النور ده ليه بس يا حبيبتي؟ مش مستحملة راسي هتنفجر من الصداع. طب اجيب لك مسكن؟ لا مش عايزة حاجة، اطفي النور بس، أنا عايزة إيه؟ حاضر.
بتدخني؟ بتعلم. طب عايز ايه عشان مش فاضي؟ طب قوم نتكلم في السكة، الطريق من هنا لحد ملك التجمع الخامس هياخد وقت. ملك؟ انت مالك دلوقتي ومال ملك؟ وتعرفي منين انها ساكنه في التجمع الخامس؟ التجمع الخامس الحي الثاني عماره 46 الدور الثالث الشقه اللي على اليمين. انت عايزه ايه يا ستي؟ انا مش عايزه حاجه لنفسي، انا عايزه حق ابني. من حقه يلاقي ابوه جنبه يربيه زي ما ملك لقيت ابوه. انت هتمثلي عليا فيلم عندي؟ انت عارفه كويس قوي ان انا جواز مش هتجوز. هرفع عليك قضيه نسب وهجرسك في الجرايد. سكه طويله ومش مضمونه، ويا عالم اخرتها هتبقى سمعتك زي الزفت. انت عارفه الناس ما بتبصش للراجل، بتبص للست اللي بتغلط. خلاص يبقى اروح لملك واشوف لو يرضيها ان اخوها يتربى في الشارع. ساندي، او اروح لليلى شركه التامين اللي بتشتغل فيها في شارع مصدق في الدقي، واقول لها قدام الشركه كلها انا حامل من جوزك، وابقى فشيت غلي منك. انت عايزه كام وتنزلي اللي في بطنك؟ وبرضو الفلوس هتفش غلك. فلوس ولا كنوز الدنيا تخليني اقتل ابني يا عاصم؟ 100,000 جنيه كويس. انت بتحلم ولا فاكرني عبيطه؟ انا ليا حق زي ما ليلى ليها حق بالظبط. كام يعني؟ 2 مليون جنيه، وده اقل كتير من حقي. انت اتجننتي؟ 2 مليون جنيه ليه؟ احسبها، هو لو اللي في بطني ده طلع ولد مش هيبقى ليه قد ملك مرتين؟ ده بعد عمر طويل طبعا يا روحي. اظن كل حاجه حصلت بينا كانت برضاكي، وانت اللي كنت بتجري ورايا، ولا نسيتي؟ 48 ساعة، لو الفلوس ما كانتش عندي هتصل بيك عشان اشوف تحب نبدأ منين، التجمع الخامس ولا الدقي ولا الفيلا ولا عندك في العيادة ده. باي باي يا روحي. موكا، ملك، ملك، موكا، ملك، يا ملك، يمكن نايمين ولا حاجه. معقوله لحد دلوقت مش هرسان يا عاصم؟ هرسان يعني ما يفتحوش. صباح الفل يا عريس. مبروك. ايه ده كل ده نوم؟ شكله خسرته جامد ولا حبيبي يا طارق، صباحيه مباركه. الله يبارك فيك. يلا انا جت حطي الحاجات في المطبخ على ما اطمن على ملك. موكا، موكا، ملك، موكا، موكا، فين ملك يا طارق؟ انت قاعد قليل الاصل، مش قادر تستناني عشان تجيبني معاك في السكه وانا جاي؟ لا مؤاخذة معلش يا حاج، اصلي كنت بقضي مصلحة كده قبل ما اجي. الا بالحق صحيح، ايه العربية اللانسر اللي بعناها امبارح فلوسها فين؟ وان في الخزنة عندك. في الخزنة؟ بس ناقصين 5. خدتهم مصاريفي. مصاريفك زادت قوي يا لبان، ايه؟ بتودي الفلوس فين؟ هتعد عليا ولا ايه يا ولا؟ استغفر الله العظيم، اعد ايه؟ لا لا مش كده، اصلي الحتة دي بتقلق عليك. الآن من ايه بقى يا غالي؟ من الحبسجية اللي انت رجعت لهم تاني، جوك بقى مغيم قوي وشكلها كده هتنطر وهتعكنا كلنا. يا ابني ده عمك صبري قليوب،
راجل اغلب من الغلب ومظلوم، خد 15 سنه وخارج من السجن، حاله يصعب على الكلب الاجرب. صعب عليا صعب عليا، واحد حبسجي هيفضل لازق لنا ايه؟ خلفناه ونسيناه يا ابني، ده مالوش حد في الدنيا، حتى ولاده قالوا انت مت واتدفنت وخدنا عزاك كمان. واحنا مش القرافه يابا، ده حتى ولاده مش طايقينه، هنطيقوا احنا؟ بص انت تكرمش له 500 في ايده وتقول له اتكل على الله، الله يسهل لك. ابني انت مالك وماله؟ الراجل قاعد فوق السطح في حاله، كافي خير وشره. بص بقى انت، صفحة السجن دي احنا قفلناها، لا احنا قطعناها وفرمناها بمفرمة الورق وبعدين حرقناها بجاز. انا عايزك تنسى الخمس سنين بتوع السجن دول خالص. ايه انا هفضل الم وراك؟ يا ابن حبيبي انا ربنا تابع ليا خلاص، ومن البيت للمعرض ومن المعرض للبيت. ده بينك وبين ربنا، انما توبت انا ان انت بقى تقطع علاقتك بقليوب وبنا وزفتة والحتت دي كلها. بص الراجل ده يدبر اموره كده في كام يوم ويخلع. قلت ايه؟ ما تستواش يا ابني على اضعف منك، عشان هيجي عليك يوم واللقوة منك هيدوس عليك. شيشة حق اديها للمعلم، انا هشرب شيشتي في القهوة. يلا اتفضلي اطلعي قبل ما طارق يصحى. ايه ده انت مش طالعه معايا ولا ايه؟ ريس صوت نايل، انت كمان عايزاني اطلع معاكي يا ملك؟ انت ليه محساني اني عامله مصيبه؟ لا عادي عادي خالص اللي انت عاملاه، عروسه سايبه عريسها وبيتها يوم الصباحيه ونازله كده تفرفش في النادي، ده عادي؟ يا حبيبتي انا صحيت الصبح ما لقيتش حاجه اعملها، وهو فضل سهران طول الليل ما نامش غير بعد الفجر، فقلت اما انزل ايه المشكله يعني؟ ولما هو سهران ما سهرتيش معاه ليه؟ يا بنتي اطلعي بقى لحسن تلاقيه صاحي وقلب الدنيا عليكي. طب والله ما انا طالعه غير لما تيجي معايا، مش كفايه وصلتيني لحد هنا؟ هاري سويت انت كمان كنت عايزه تضيعي لك ساعتين في التاكسيات يا ملك؟ يا صوفي بقى بلاش غلاسه، عشان خاطري اطلعي نشرب حاجه ونرغي شويه ولو صاحبي ينزلي على طول. ماشي يا ملك امري لله، اتفضلي. صوتها كده؟ اي ماشي يا ستي، ربنا يستر. اتفضلي يا عروسه. صباح الخير يا جماعة. صباح النور. عن إذنكم تعالي يا ملك، تعالي يلا. كده برضه موكا. انا اسفه والله ما قصدت اضايقك ولا امبارح ولا النهارده، انا قلت انت مش هتصحى لحد ما ناجي، وبعدين انا كنت زهقانه قوي، انا حاسه ان لو كنت قعدت دقيقه زياده عن كده كنت هعيط. يا حبيبتي انا مش زعلان انك نزلتي، انا زعلان عشان مامتك بتقول انك مخنوق. مالك يا موكا؟ انا فرحان وطاير من الفرح عشان اخيرا اتجوزنا وبقينا مع بعض، مش قادر افكر ان الاجازه هتخلص مش هنقدر نقضي ال 24 ساعه سوا. ليه مش حاسه زي ايه اللي خانقك؟ معرفش، يمكن تغيير البيت. عرفتي ليه قلت لك نسافر بعد الفرح على طول؟ عموما احنا لسه فيه، انا عندي 2 اوفرز لهاني، واحد في ماليزيا وواحد في المالديفز، ايه رايك؟ يا ترى احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع السفر ده، انا مش حابه اسافر، انا عايز احاول اخد على حياتي انا وانت، عايز احاول اخد على البيت، ومش عايز ابعد عن ماما قوي كده في الاول. خلاص بلاش السفر خالص،
وبعدين البيت ده بيتك انت، انت اللي مختاره كل حاجه فيه بنفسك. عارف طارق، انا اسفه بجد. يا حبيبتي ما تقوليش اسفه، ده انا مش بس جوزك، ده انا جوزك وصاحبك وحبيبك واخوك وكل حاجه. ولو لسه مخنوقه تعالي نخرج. بجد؟ بجد. خروجه من بتوع زمان، نقضي اليوم كله بره، نتغدى ونتعشى ونخش سينما وننبسط ونرجع فكين ونسيه كل حاجه. انا جاهزه. طب حاجز بسرعه. اوكي. خلاص يا حبيبي؟ يا حبيبي. يلا؟ يلا بينا. فريدة، في ايه يا فريدة؟ لمحت واحدة شبه عش تقريبا. هي انت متأكدة انك شفتيها؟ لمحتها من الجنب كده، مش متأكدة. خرجت مع واحد ماسكة ايده وركبوا العربية ومشي. طب خدتي رقم العربية؟ فيه شين واو 584. 584. طب بصي، مش عايزين نجيب سيرة للآسر خالص دلوقتي لحد ما نتأكد، مش عايزين نفكره بالموضوع على الفاضي. يعني ايه؟ هتدخلني ولا اقول لك اللي انا عايزه امنع الباب وامشي؟ مالك في ايه؟ تعبانة قوي يا اسر. طب ارتاحي، تعالي ارتاحي. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ايه دي؟ انا عارفه انك زعلان مني، بس صدقني مش بايدي، غصب عني والله. بس انت شكلك تعبان قوي، ايه دي كده وبعدين نتكلم. لا ما فيش وقت، انا كنت ارجع لك شبكتك واقول لك ان احنا مش هينفع نكمل مع بعض. استني هنا، انا مش عايز شبكة ومش هسيبك تمشي تاني. مش هينفع يا اسر، خلاص الموضوع كله كان غلط من الاول اصلا. غلط ولازم نصلحه. انا ما عنديش استعداد افضل وعدك بحاجه عمرها ما هتحصل. استني هنا، انا مش فاهم يعني ايه الكلام ده. اختفيتي ليه ورجعتي ليه وعايزه تختفي تاني ليه؟ ايه كم دول؟ مليون جنيه. انا قلت 2 مليون، بتاعت حمراء. حمراء؟ بقول لك ايه؟ انا جمعت المبلغ كله في كل حته عشان اخلص منك. هتيجي معانا للدكتور عشان نخلص من اللي فاضل من ده واكتب لك شيك بباقي المبلغ. اوعى ايدك كده، انت ما تتشرطش عليا. الريموت بتاع اللعبه في ايدي انا. انا اللي قلت اعمل ايه وما تعملش ايه. مش انت. يعني فلوسي توصلني كاملة الأول وبعد كده نبقى نعمل العملية. عايزني أجي معاك أتبنج أفوق من البنج، لا ألاقي اللي في بطني ولا ألاقي الفلوس. يا حبيبي أنت ما تضمنش. وأنا أضمن منين إنك تاخدي الفلوس دي وما تعمليش العملية وترجع تبتزيني؟ أنت كمان ما تضمنيش. ماشي، طالما بقى عم عشم مات والمعاملة بقت خد وهات، هات بقى المليون دول وخلي النص التاني بعد العملية. أظن بقى كده فير. يلا يلا هات العنوان وانا ساعة زمن هروح اقفل على الارنوب ده في حشته واجيلك على طول. اتفضلي يا ست، ادي العنوان. دكتور صاحبي شاطر جدا، هيبقى ستره غطى علينا. ساعة زمن ومش عايزك تتاخري. حبيبي انا عمري تاخرت عليك. باي.
احنا ايه دخلنا بالحكايه دي؟ شهود. احنا بنستجوب كل اللي كانوا موجودين في المكان، يمكن يكون حد شاف حاجه كده او كده. كان نفسي افيد حضرتك الحقيقه. استاذ طارق، اكيد حضرتك عارف ان انا كان المفروض استدعيك انت والمدام للاسم واخد اقوالكم بنفسي، بس انا الحقيقه لما عرفت ان انتوا لسه متجوزين قلت ما يصحش برضو يعني. ميرسي لذوق حضرتك. امال المدام فين؟ كنت حابب اسالها بنفسي، انت عارف برضو ان الستات بيبقى عندهم قوه ملاحظه اكتر من الرجاله. بس للاسف المدام مش موجوده دلوقتي. مش موجوده؟ مش غريبه شويه؟ يعني انتوا لسه عرسان جداد؟ لا خالص، هي والدتها تعبت فجاه فهي كان لازم تروح تطمن عليها. لا الف سلامه. طب يا استاذ طارق انا هسيب لحضرتك الكارت بتاعي، يا ريت المدام تكلمني يمكن يكون عندها حاجه تفيدنا بيها. تحت امرك. عن اذنك. اتفضل. شرفت. بقيتي احسن. حد يعمل في نفسه كده؟ عايزه تموتي نفسك. موت اهوانجي من اللي انا فيه. أنا حياتي ملهاش لازمة من غيرك أصلاً. بعد الشر عليك يا حبيبتي، مفيش حاجة ملهاش حل. احكيلي بس إيه اللي حصل. يوم الفرح الصبح وأنا بلم حاجتي من الشقة، أخويا جه وقال لي باباكي تعبان قوي في العناية المركزة وخدني ونزلنا جري. طب ما كلمتنيش ليه؟ أنا جيت أكلمك وإحنا في أول الطريق لقيت إن أنا نسيت الموبايل، بقول لأخويا نرجع نجيبه، قعد يزعق قال لي باباكي تعبان مفيش وقت، احنا في ايه وانت في ايه؟ طب ما كلمتنيش ليه من تليفون اخوكي؟ وانا ما بحفظش الارقام، وبعدين ما انا كده كده ما كانش هينفع اكلمك قدام. بس ده يوم فرحك يا عشاء. انت عارف ان انا ما كنتش قايله لحد، انا ما كنتش قايله لهم كلهم، ما قلتش الا لبنت خالتي بس. اتاريها السافله دي خانتني وقالت لهم. قالت لهم؟ يعني هم كانوا عارفين ان احنا هنتجوز؟ ولما روحت اسكندريه لقيت بابا مش تعبان ولا الموبايل انا كنت ناسيه. أخويا كان مخبيه عشان ما أكلمكش. يعني كان بيضحك عليكي؟ من يوم ما رجعت وهم حابسيني في البيت. طب وبعدين؟ ولا حاجة. قعدت أمثل عليهم إن أنا ندمانة وإني استسلمت لهم. لغاية ما هديوا عليا شوية. وأول ما قدرت أتحرك جبت الشبكة وجيت لك جري عشان أقول لك إن إحنا مش هينفع نتجوز. إحنا القصة اللي بينا انتهت خلاص. نهو عليها قبل ما تبتدي يا ياسر. مليون جنيه بالتمام والكمال. نعم عن امك، انا مش قلت لك تطلبي منه 2 مليون جنيه؟ هو ايه ما فيش سمعان كلام؟ والمصحف طلبت زي ما قلت لي، بس هو بقى خاف لاخدهم وارجع اطلب تاني. ناصح قوي ده، ما كانش عايز يديني ولا مليم غير لما اعمل العمليه، بس انا بقى ايه لفيتها له، قلت له هات نص الفلوس دلوقتي والنص التاني بعد ما اعمل العمليه. ناصحه برضه يا بت. ايوه. تصدقي انتوا الاتنين لاقيين على بعض موت. اديني بقى دي وانت دلوقتي هترجعي للدكتور، هتنزلي المحروس وتجيبي بقيه المصلحه وتجيلي. اطلع على فين؟ لا انا لحد هنا وتمام قوي، انا خلاص رميت شريط الموبايل اللي كنت بكلمه عليها. وخلصت الحكايه على كده. خلصت؟ خلصت. يعني ايه؟ يعني بارك الله فيما رزق. ومروح عند الراجل ده تاني؟ انا مش راح. اتجننت يا بت ولا ايه؟ عايزه تسيبي مليون جنيه عشان خايفه؟ ما هو يا رغبه بعدك روح، انا اشتراني لو رحت له ممكن يعمل فيها ايه؟ يا بت يا بت افهمي بقى، انت فاكره عاصم ده ايه؟ عصبجي؟ لا ده دكتور، يعني راس ماله اسمه وسمعته. هو عايز يخلص من المصيبه اللي انت شايلاها، يقوم يخلص عليكي ويشيل مصيبه تانيه. طب افرض انا حصل لي حاجه، انت عامل ايه يا بينك؟ بينج بونج يا بنت ما تخافيش، ده الموضوع كله شك الدبوس. طب افرض انا بقى رحت عملت العمليه وبعد كده كرشني وقال لي مفيش فلوس، ساعتها بقى هيبقى ازاي الحال؟ لا هنبقى طولنا بلح الشام ولا عنب اليمن. حلو حلو جو سوق العبور ده. وحتى لو ده حصل يبقى انت كده في السليم، نزلت العيل في عياده محترمه عند دكتور كبير، مش احسن ما تنزليه تحت السلم يجيلك فيروس يفرتكك؟ مين
مين قالك اني عايزه انزله؟ نعم ياما انا صعبان علي انزله. ده روح عايز نقتل روح. ده روح عايز نقتل روح. عزاء انا شامم من اول كلامك ريحه زفاره. بصي ياما شغل الحاجات والقصص دي مش هياكل معايا. انا مش عاصم يعني يهون عليك. ده انت ابوه. يلعن ابوه. بصي ياما الواد ده اخره ويبقى عبد الحليم في فيلم الخطايا. انا اسف ياما انا معرفوش. ما تعرفوش؟ امال مين ابوه؟ لست ادري. كاوتشا انت عادة كاوتشا. يا صباح الفل يا معلم. يا صباح النور. جهز لي الشيشه وحصل لي بيها على فوق. عينيا انت يا بت انت تسمع اللي انا بقولك عليه. مش عايز خوطه وانا مش هنزله. ولو جيت جنبي هروح العاصمه واقول له على كل حاجه ويبقى عليا وعلى اعدائي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا نسا؟ ازيك يا حاج؟ طبعا براحه حضرتك يا فندم. بس اللون اللي انا اخترته لحضرتك كان احلى. بس مادام حضرتك عايز اسود يبقى اسود. بس انا قلت لحضرتك من الاول الاسود ده هيتعبك بيلم وساخه ويبان في التجريح. بس سيبها براحتها يا اخي. انت هتركب الناس على مزاجك ولا ايه؟ الله ينور عليك يا حاج. شفت كلام الناس العاقلين. سلام. سلام. اما انك حي الغيتت بصحيح. هتركب الناس على كيفك ولا ايه يا ولد؟ هي حرة صحيح. ناس غاوية وجع قلب ومش عارفة مصلحتها. الحق يا فخم الحق. في ايه ياض؟ اصلا انت ياض في ايه؟ عم اليوم ما بتصفي الاسم. انتهى وقت برنامجنا طريق السلامة. يا رب نكون قدرنا نسليكم الساعتين دول. بشكر المعدة سلمى المصري وكان معاكم يوسف وجدي. اشوفكم بكرة في نفس الميعاد. وردة حكايتي. يا حسن انتوا بتغيروا جدول المعدين من غير ما تقولوا لي ولا ايه؟ سلمى ليه بتعد طريق السلام؟ سلمى ملهاش غير في سياسة. غصب عني والله طارق. وبعدين انا اعمل ايه يعني؟ انا اصلا كنت بحاول انقذ موقف ومرضتش ادوشك وانت عريس جديد. غصب عنك يعني ايه؟ صافي فين؟ جيان مامتها تعبت امبارح ودخلت المستشفى. راحت صافي رايحه مكانها عشان تغطي مهرجان دبي السينمائي. سافرت؟ سافرت امتى؟ سافرت امبارح بقول لك. امبارح؟ على فكره حسن الحلقه كانت وحشه جدا. يا ريت داليا بقى اللي تعد البرنامج مش سلمى. سلام. يا صافي ما طلعتش معاكي ليه؟ كانت تتغدى معانا. مش عيب برضه تيجي لحد تحت وما تطلعش. ما هي قالت هتكون انت صحيت فكسفت تطلع. مالك انت كدابه؟ نعم. صافي في دبي من امبارح. كنت فين ومع مين؟ يعني ايه يا طارق قصدك ايه؟ قصدي ان انت نزلتي الصبح وانا نايم، رحتي فين؟ ايه الطريقه دي يا طارق؟ انت بتشك فيا ولا ايه؟ لا بشك ولا بتكلم. انت قلتي لي اني كنت مع صافي وانا قلت مفيش مشكله، لكن واضح بقى ان انت ما كلمتيش صافي تأمني تشوفيها هي هنا ولا لا. انت ازاي بتكلمني كده اصلا؟ ايه ازاي دي؟ يعني انت بتكدبي وبتغلطيني انا؟ بكدب؟ اه طبعا. بتقولي لجوزك انك مع واحده وانت مش معاها، بتسمي ده ايه؟ ماشي يا طارق. انا كنت مع مازن عشان عنده مشكله كبيره ومش عايز حد يعرف عنها حاجه، عشان كده ما قدرتش اقول اني معاه. مع مازن؟ اه. بسيطه. الحمد لله يا مازن. عم كويس انك افتكرتنا. كنت عايز اسالك على حاجه. ايه يا امور؟ انت اخر مره شفت ملك انت؟ اخر مره شفتها ايه وفيه؟ كنت عايز اعرف بس لما تقابلته النهارده قعدتوا فين؟ اصلا ضيعت حاجه وبندور عليها. احنا كنا قاعدين في الكافيه اللي جنب الجامعه بتاعتي. يا ضاع منها الموبايل ولا ايه؟ ممكن تكون نسيته واحنا نايمين. لا مش الموبايل، ضيعت سكارف كنت جبته لها في عيد ميلادها اللي فات. سكارف ايه يا طارق؟ مالك عمرها ما لبست السكارفات. مش مهم يا مازن، هنبقى ندور عليه تاني. ماشي حبيبي يا طارق. يلا باي باي. باي باي. ملك ملك استني يا ملك. يا ملك ملك افتحي لو سمحتي. يا ملك من فضلك افتحي. بص يا مازن، انت اخويا الصغير واقرب واحد ليا في البيت ده كله اصلا، فما ينفعش انت بالذات تسالني السؤال ده. فرقت ايه انت بقى كده عن طارق؟
وايه اللي فرقها يا ملك؟ اللي بس انا ما بقولكيش ان انا بشك فيك يا ستي. انت لو مش عايزه تقولي حاجه لطارق حقك، لكن قولي لنا. انا لا جوزك ولا انت محتاجه تخبي عني حاجه اصلا. يا ملك انا خايف عليكي والله. من حق كل واحد يبقى في حاجات في حياته مش عايز حد يعرفها، حتى لو الحاجات دي ما فيهاش حاجه غلط. من حق كل بني ادم يبقى ليه مساحه خصوصيه في حياته، يكشفها بقى وقت ما هو عايز ولا ما يكشفهاش اصلا، هو حر. لا ما هو جو تنظير المذيعين ده مش معايا انا. انا حاسس اني بسمع راديو. يا ملك في ايه؟ انت كلمتين وهتقولي نطلع فاصل. انا ممكن اكلم ربياك اللي كل اسرارك معاها، ومع ذلك عمري في حياتي ما قلت لك انت رايح فين ولا جاي منين ولا حاسبتك. ما تجيش انت بقى وانت شايفني في موقف زي ده وعايز تحاسبني وتحسسني انك ما تعرفش اختك. عارفك يا ملك وانا مغمض. اسألك حاجه؟ قول. اول مره ابقى قلقان عليكي وقلقان منك. يا لولا تعبتك معايا. على ايه يا طنط؟ ده تعبك راح. انا قلقانه على ملك قوي يا طنط. عين يا ليل، انت لازم تذبحي فدوه عشان خاطر البت دي. دي حكايه بسيطه ومشكله كده مع جوزها. بص يا اختي، انت عارفه ان انا خاف عليكي وعلى عيالك زي ما بخاف على عيالي بالظبط. طبعا يا عفاف. الورقه دي يا لولا. ورقه ايه طنط؟ انا مش قلت ان حسين ما ياخدش اجازات لحد ما يخلص الشغل اللي متاخر عنده؟ عنده مخد اللي تشوفيه ضمت اللي تشوفيه. بقول لك ايه يا ليلى، انا مش قادره اسكت. اسكتي على ايه يا عفاف؟ احنا ساكنه وغطى على بعض، وانا جايه لك النهارده عشان نلم الموضوع. خدي الورق يا لولا. موضوع ايه اللي عايزه تلميه؟ موضوع ملك، لازم نشوف لها دكتور ولا نشوف لها ليه؟ واحد من زمايل ابوها يعمل لها العمليه. لا 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 يا ماما، دكتور عاصم ما ينفعش يعرف حاجه زي دي ابدا. بصي يا ضمت، انا اعرف دكتور شاطر قوي وساعة زمن ويكون مخلص كل حاجة. انتوا بتقولوا ايه على بنتي؟ مازن قال لي دعاء على كل حاجة. مازن؟ مازن قال ايه بالظبط؟ قال انه ملك لما خرجت ما كانتش معاه. وكانت مع صاحبها اللي غلطت معاه. اسكتي يا عفاف، الكلام ده عيب. انتي بتقولي لي انا عيب؟ ايوه اقول لك عيب، لما تكلمي على بنتي كلام فارغ زي ده، اقول لك عيب يا عفاف. يا اختي بدل ما تقولي لي انا عيب، قولي لبنتك. يلا يا لولا. الظاهر ان احنا غلطنا لما جينا نستر على ملك. استني بس يا ماما، طنط ما تقصدش. وانا هستنى لما تقصد. يلا يا بنت. معلش يا طنط، معلش. يا بنتي اسكتي طبعا عشان اعرف افهمك. مازن. ايوه حبيبتي، ثانيه بس بكلم دعاء. بلا دعاء بلا زفت. فين يا ماما؟ في حد بيخش على حد كده؟ انت كنت مع اختك اول امبارح ولا لا؟ رد عليا. ايوه كنت معاها. كداب، ما كنتش معاها. طيب معلش، ممكن تهدي وتفهميني في ايه؟ انت اللي تفهمني. كنت مع اختك ولا لا؟ لا يا ستي ما كنتش معاها. امال هي كانت مع مين؟ ايوه انا اعرف منين؟ كل ما تحصل حاجه زي كده مش تيجي تقول لي؟ اقول لك ايه؟ كل واحد وليه خصوصيته، دي حاجه تخص ملك انا ما ينفعش اقولها. لكن ينفع تقولها لدعاء؟ دعاء؟ حافظت قوي على خصوصيه اختك. خالتك ولولا جولي. وهما فاكرين ان اختك مش بنت وانها غلطت مع واحد صاحبها وبتقابله. ايه رايك بقى يا بتاع الخصوصيه؟ مش فاهم، دعاء دي اتجننت ازاي تقول حاجه زي كده؟ احنا ودعاء دلوقتي ولا في اختك؟ هي قالت لك انها صاحبها. صاحبه ايه يا ماما؟ طبعا لا قالت لي ولا عمري هسمع حاجه زي كده. يبقى لازم تقول لنا كانت فين ومع مين. ملك، ملك، ملك فين؟ اختك فين يا مازن؟ تقصد ايه يا طارق؟ قصدي واضح يا مازن، انت كدبت عليا لما قلت لي ان ملك خرجت معاك. والله انا قلت اللي عندي. عايز تصدق بقى ما تصدقش براحتك، ولا اجيب لك جهاز كشف الكذب تقعدني عليه. طب تقدر تقول لي كانت لابسه ايه وهي معاك؟ هو ايه اللي كانت لابسه ايه؟ يا عم انت، وانا هركز ليه اصلا في اللي هي كانت لابساها؟ امال اشمعنى ركزت لما كنا بندور على سكارف؟ وقعدت تقول لي عمرها ما لبست سكارفات. بص، كانت لابسه بنطلون جينز وشميز ازرق. استريحت؟ لا يا مازن، لانها ما كانتش لابسه كده. الا بقى لو بعد ما سابتك راحت حته تانيه وغيرت هدومها. طارق، ما تقولش الكلام وانت متعصب وبعدين ترجع تندم عليه. ولاحظ انك في بيتي وبتتكلم عن بنتي. ما تحط نفسك مكاني يا دكتور. مراتي بتكذب عليا لتاني مره هي واخوها، وبتختفي وما اعرفش هي فين. هتصرف بعقلي ازاي بعد كل ده؟ ملك،
كنت فين يا ملك؟ في ايه؟ ردي على السؤال ماما، كنت فين يا ملك؟ في ايه يا طارق؟ فين الاستاذ بيشك فيكي تاني؟ طارق عايز يعرف كنت فين يا ملك؟ واحنا كمان عاوزين نعرف. ريحينا كلنا وقولي لنا كنت فين، بدل ما دماغنا عماله تودي وتجي. ويا ريت بالمره تقول لنا كنت فين المره اللي فاتت، لان مازن قال انك ما كنتيش معاه. ولو مش عايزه اقول؟ يعني ايه مش عايزه تقولي؟ انا مش فاهم انت عايزه ايه بالظبط؟ عايزانا كلنا نشك فيكي؟ مش عايزه تقولي لي كنت فين ما دام مفيش حاجه غلط. حاجه غلط؟ هو انت كمان بتشك فيا يا بابا؟ ما هو انت اللي بتحطي نفسك وبتحطينا في الموقف ده. انهي اللعبه السخيفه دي وقولي لنا كنت فين. حاضر يا بابا، هقول لكم. اتفضلوا معايا. رايحه فين يا ملك؟ هقول لكم كنت فين، بس يا ريت بقى من هنا لحد ما نوصل ما حدش يتكلم معايا خالص. في يوتيرن اللي جاي. اصبري يا ليلى، دلوقتي انا عارف. ملك، ملك استني هنا. ممكن افهم انت جايبانا هنا ليه؟ بيها وهتعرف. انا عايز اعرف دلوقتي. معلش، تعالى على نفسك واصبر دقيقة كمان يا طارق. المرتين اللي غبت فيهم كنت هنا. هنا فين؟ هنا في الاوتيل. اول مره كانت عشان احجز القاعه دي، وتاني مره عشان اتاكد ان كل اللي طلبته تمام. بس انا قلت طيب يا طارق، النهارده عيد ميلادك. وحش بني ادم في الدنيا. مش عارف ازاي فكرت فيكي وحش كده في الوقت اللي انت كنت بتفكري تسعدي. انا حبي ليكي وغيرت عليكي مسؤول عن ميلادي. ارجوك يا بنات سامحيني. سامحيني وانا وعيك من اللحظه دي هبقى بني ادم تاني.
لا 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 لا، انت بتصلي؟ اه. طب حرما جامعة. حرما جدا، حرما جدا. انا مستني اليوم ده بقالي عمر. متهزرش يا طارق بقى. اهزر ايه وانا لسه هزرت؟ بقول لك ايه، انا جعانه قوي، تيجي نخرج نتغدى بره؟ لا كده انت بقى اللي بتهزري. بره ايه؟ احنا هنقعد هنا. انا هطلع المطعم اللي بره، هجيب سمك وجمبري وكاليماري وكل الفسفور اللي في البلد. الليله دي لازم ننور. خلاص براحتك بس متاخرش. اتاخر؟ انا رجعت خلاص. ملك يلا يا موكا، جبت السمك حبيبتي. يلا يا موكا عشان لو برد هيبقى طعمه مش حلو. يلا يا موكا بقى، هاكل لوحدي والله. يا موكا يا موكا، لو عنا نايمه هصحيكي على فكره. يا ملك اللي بتقوليه ده كده ما ينفعش ننهي اللي بينا بسهوله كده. لو بتحبيني لازم نحكي. ما بحبكش يا ترى، انا ما بحبكش، فهمت؟ لما بتحبنيش اتجوزتيني ليه؟ كنت فاكره اني اقدر احبك، اديت نفسي فرصه واتنين وما قدرتش. يعني الصداع والهروب والحجج دي كلها كانت فرصه بديها لنفسي وما قدرتش. ممكن تطلقني بقى؟ لا يا ملك، مش هطلعك غير لما تفهميني في ايه. كل الكلام اللي بتقوليه ده مش داخل دماغي خالص، والموضوع مش بالسهوله دي. مش تقولي طلقني اطلقك. طارق لو سمحت ما تصعبش عليا الموضوع اكتر من كده، احنا ما بقاش ينفع نعيش مع بعض. طلقني وريحني بقى. وانت فاكره انك هترتاح لو طلقتك؟ ايوه هرتاح، عشان انا حامل. حامل يعني؟ انا اكيد سمعت غلط او مش فاهم، او انت مش فاهمه، او في سوء تفاهم، في حاجه غلط. صح يا ملك؟ ما تردي عليا. هو انت ايه جايه بتقولي لي انك ضيعتي مصروف البيت؟ انت بتقولي لجوزك اللي مش عارف يلمسك انك حامل؟ ردي. مين ده؟ عرفتي امتى؟ عملتي كده ليه؟ حرام عليك بقى يا طارق. حرام عليا انا؟ انت فاكراني ايه؟ مسؤول في محطة واوبن مايندد وخواجة. هاخدك في حضني أول ما تقولي إني مش أول راجل لمسك. أنا اللي غلطان إني عملت الواحدة زيك سهل واديتك من قلبي ومشاعري. قدامي على فكرة الصوت ده حصل إزاي؟ وحشتيني يا خالتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. جبت لك هدايا قد كده من الكويت، بس قبليهم جبت لك فوفر. أنا عارف إن أمي صعبة، أنا عارف، وما تتعشاش، بس أختك برضه في الآخر. وأنا أزعل برضه من عفاف يا عمر، دي أختي. احنا بس اليومين اللي فاتوا كلنا اعصابنا كانت تعبانه ومضغوطين، بس هي برضو لتاته وعينيها وحشه وما بتتدخل في كل حاجه مالهاش فيها. انا عارف امي بس يا واد اخرس بقى. خلاص اسكت انا. بس ما كانش صح يا ليلى تغلطي فيها في بيتك بالشكل ده. حصل خير بقى يا عفاف، وبلاش نفتح في اللي فات. صح، احنا نفتح شنطه الهدايا فكيها بقى. بس انا ليه سؤال يا خالتي صحيح، قال ازاي انت بيضه وامي سمراء؟ يعني هل تيتا كانت خاينه ولا العيله دي؟ اخرس اخرس يا كلب اخرس بقى. بهزر معاك يا بوبا. ازيك يا عفاف؟ الحمد لله على سلامة عمر. حبيبي يا دكتور وحشني. حضن مطرات بقى، حضن مطرات. طب ايه في البيت دلوقتي يا حبيبي؟ الله يخليك. بصي بقى يا ستي، دي لملك، اوكي؟ ودول لمك، ودول لملك برضه. خلاص ما نسيتكش والله يا عم. اهو بص، جلابيه وسبحه والقطر بتاع المدينه اهو، مع اني كنت في الكويت. ايه بص، حتى جبت لك ايه كمان؟ سجاده صلاه، يمكن ربنا يهدي. ها يا عم بص بقى يا حبيبتي، الحاجات دي كلها بقى بقيتها ايه لملك برضه. خلاص عشان رحت ايه للمول عبيت. عمر ما شاء الله مهيته كبيره قوي قوي في الكويت. لا
تعبت نفسك ليه بس كده يا عمر؟ ما كانش فيه لازم. لا يا حبيبتي ولا تعب ولا حاجة، أنا كده يعني نبغى نسوي شوبينج من حين للحين. بسم الله. خليك يا عمر، خليك يا عمر. بس قلت بما ان حضرتك دكتور تاخد مراتي اللي انا ما لمستهاش توديها لحد من زمايلك الدكاتره يكشف عليها يعمل لها سونار ولا اي زفت يعرف لنا البيبي اللي عندها ده ولد ولا بنت. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ ما تحترم نفسك. ايه كلامي مش عاجب حضرتك؟ امال ايه اللي عجبك يا دكتور؟ انك تجوزني واحده حامل؟ هو في ايه يا ابني؟ ما حدش يفهمنا في ايه؟ في ايه يا اختار؟ اتكلمنا انا كده في الهند. فين العروسه طلعت حامل؟ طب يا حبيبي عروستك حامل الف مبروك، ايه بقى اللي انت عامله ده؟ مبروك ايه وزفت ايه؟ وبعدين انت تبع مين انت اصلا؟ انا ابن خالتها ومسؤول عنها. بقول لك العروسه حامل من قبل ما نتجوز. وما هي حامل من قبل ما تتجوز، ما فكرتش يا عبقري هتتجوزك ليه وهي حامل من حد غيرك؟ وانا عارف كويس ان كان في بينك وبينها حس الحب من قبل ما اسافر. ما توزن كلامك كده وتهدى علينا. اقول لكم ايه؟ بنتكم عندكم اهي. اسالوه عن اللي انتوا عايزينه. انا لا بشك ولا بتبلى على حد. انا ما بقولش غير الكلام اللي هي قالته بنفسها. ايه ده بس شويه يا ابني؟ الحكايه مالك؟ ما كنت عارف ايه؟ اتكلمي! ايه السخافه والوضع اللي بيقولها جوزي دي؟ ملك! صباح الخير. صباح النور يا برو. انت عامله في نفسك كده ليه؟ ما تفتحي. خلي نور ربنا يدخل. اوكي يا حبيبتي. هي عامله ايه طمنيني؟ كويسة بس حاسة بدوخة وصداع. كلنا ما نمناش من امبارح ومستنيينك تصحي عشان نعرف ايه موضوع طارق ده. مستنيين اطمن عليك يا حبيبتي بعد ما اغمى عليك امبارح. انا كويسة بس الدوخة والصداع دول مش عارفة مالي. ايه الموضوع اللي بيتكلم فيه طارق ده؟ موضوع ايه يا بابا؟ انت قلت له انك حامل؟ وانت هتصدق كلامه؟ انا مش قلت لك يا عاصم الولد ده كذاب؟ يعني ايه بيخترع؟ بيألف قصص ويعيش فيها؟ قلت له انك حامل ولا لا يا ملك؟ انت بتسالني يا ماما؟ ايوه بسالك ومش عايز اجابه عيبه. زي ما بسالك سؤال واضح عايز اجابه واضحه. انت حامل؟ حد قرب منك؟ ما تسيبنيش وتمشي ورد عليا. انا عايز افهم سكوتك ده معناه ايه؟ ما ينفعش كده يا عاصم. يعني ايه ما ينفعش؟ خلاص اتصرفي انت معاها بس انا عايز اجابه محدده دلوقتي حالا. انا مش عارف بس يا رب يعني اعمل ايه؟ واحد جوز بنته بيقول له ان بنتك حامل من حد تاني، المفروض ان انا اعمل ايه؟ اروح اشبهه واتفرج على التلفزيون ولا انتحر عشان اخلص منكم كلكم؟ اتفضل انا عايز اجابه دلوقتي حالا واجابه محدده قبل ما اقابل الزفت اللي اسمه طارق ده عشان اتخلص الموضوع معاه. اهدي يا حبيبتي، اهدي وبعدين نتكلم. اهدي، انا عارفه ان الولد ده كذاب. النيل في مصر يسقي الزرع، يسقي الإنسان مصدر الحياة. مصدر الحياة؟ إيه البت الشطرة الحلوة دي؟ علي، ما قلتليش يعني إن أنت جاي؟ لا يا فندم، هو إحنا عشان اتخطبنا بقى تقعد تنطلي كل شوية كده من غير مواعيد؟ أصلك وحشتيني، قلت أجي أشوفك. طب ما اتصلتش ليه عشان تعرفني إن أنت جاي؟ مش لازم نعرف كل حاجة عن بعض. نعرف كل حاجة عن بعض؟ إيه الأوفر ده؟ طب ابعت مسج. حاضر حاضر يا دكتورة فريدة صبري أليوب، الله يرحمه. الله يرحمه. ما الرحمة بتجوز على الحي وعلى الميت وعلى اللي خارج من 15 سنة سجن. خير. اهلا يا دكتور، اتفضل. هتدخلي معانا؟ بيشوقك يا اختي. اتفضل.
مين؟ مين؟ في حاجة يا لولا؟ اتفضل. ايه ده، في ايه؟ مين دول؟ الراجل اللي انتي قلتيلي انك ما تعرفيهوش ساعة الفرح طلع اسمه صبري أيوب، ولسه خارج من 15 سنة سجن في قضية أموال عامة. ما طلعش المرحوم صبري أيوب زي ما دايما حضرتك بتقوليلي يا دكتورة فريدة. تفتكري ده تشابه في الأسماء؟ في ناس كتير قوي ممكن تكون على قيد الحياة، لكن بالنسبة لناس تانية ماتت من زمان. ازاي تخبي حاجة زي دي على واحد تعرفيه بقالك سنين؟ اتخطبتوا والمفروض انكوا هتتجوزوا. ازاي كنت هتبني حياة كاملة على كدبة بالحجم ده يا فريدة؟ مفيش كدب يا علي. أنا لو عايزة أكدب عليك كنت وافقت على الجواز فورا زي ما قلتلي، لكن أنا طلبت فترة خطوبة عشان أقولك على كل حاجة في الوقت المناسب. إحنا نعرف بعض بقالنا قد إيه؟ كل ده ما جاش وقت مناسب من وجهة نظرك؟ بيتهيألي دي أسرار شخصية مش المفروض إن أنا أقولها لكل اللي أعرفهم، بس أكيد طبعا كنت هقولها لخطيبي، ودي أول مرة نتقابل بعد الخطوبة. طب اتفضلي قولي. أقول إيه؟ اتفضلي احكيلي، أظن مفيش وقت مناسب أكتر من كده. اعتبريني معرفش حاجة واحكيلي. زي ما تحبي يا علي. صبري أيوب اللي أنت شفته ده يبقى أبويا. كان أحسن أب ممكن تقابله في حياتك. بيحبنا وبيخاف علينا. كان بيعمل المستحيل عشان ما يخليناش محتاجين لحاجة. كان بيشتغل صراف في الجامعة، وفي يوم وهو بيصرف مرتبات هيئة التدريس كان معاه عهد أكتر من 500,000 جنيه. 15 سنة كانت مبلغ كبير قوي. طمع فيهم واختلسوا، اتقبض عليه، وكانت قضية رأي عام، كتبت في كل الجرايد، اتحكم عليه بالسجن، وأنا وآسر اتحكم علينا بالإعدام، طردنا من مدارسنا، كل اللي نعرفهم قطعونا، خرجنا بفضيحة من المكان اللي كنا ساكنين فيه، لغاية ما قررنا نعتبره مات، بدأنا بداية جديدة، في مكان جديد. وأي حد بيسألنا عنه بنقول الله يرحمه مات. وخلنا صادق هو اللي تكفل بمصاريفنا لغاية ما خلصنا تعليمنا. ما كنتوش متخيلين إن هيجي وقت ويخرج من السجن ويبقى عايز يشوف ولاده؟ إحنا شلناه من مخنا ومن حياتنا ونسيناه لغاية ما صدقنا إنه مات، لحد ما ظهر تاني. ما كانش ينفع تخبي عني كل ده يا فريدة. فرق كبير قوي إنك تقولي لي الكلام ده بعد ما أنا أكشفه، وبين انك تقوليهولي لانك بتحبيني وبتثقي فيا. في حاجات كتير قوي بيبقى صعب على الواحد انه يقولها، بس كويس ان انت عرفت كل حاجه. انت وفرت عليا حاجات كتير. يعني الدكتوره فريده والاستاذ آسر طلع بقى. لو سمحت يا علي، انت دخلت في سر انا وآسر عايشين فيه من سنين، فارجوك ارجوك بلاش تضغط على الجرح اكتر من كده. انت مش مضطر تكمل في علاقة مبنية على سر. انت من دلوقتي براحتك. مين دول؟ مالك كويسة؟ حضرتك قلقان ليه؟ انت حضرتك مش حامل، محدش لمسها اصلا. انت مين؟ مين انت؟
ايه اللي مدخله هنا ده؟ ما يصحش كده حضرتك، انا دكتور وانتوا استدعيتوني علشان اكشف على الاسد. دكتور ايه؟ هو زفت ايه؟ فين الاي دي بتاعك؟ طلع كارنيه. ده منظر دكتور ده يا ليلى، تدخليه وريني. وكمان لسه طالب؟ ده انا هحبسك. ده راضي راضي. خلاص بقى يا عم، هو ذنبه ايه؟ خلاص، ما هو اكيد انت امك اللي جايبين الحيوان ده ومدخلينه بيتي. والست هاني مش عايزه تنسى اصلها اللي يشرف، جايبه قرايبها المتخلفين عشان يحلوا لها مشاكلها. ما يصحش كده يا دكتور عاصم. ما يصحش؟ انت جايه لي بيتي عشان تعلميني اللي يصح ولا ما يصحش؟ خد بنتك واطلع بره بره. راضي اقفل باب الفيلا من بره وما تدخلش اي حد لما تيجي الشرطه. حرام عليك، ما تضيعش مستقبلي. ابوس ايدك. اول مره اندم اني اتجوزت واحده اقل من مستواي الاجتماعي. غلطه وبدفع ثمنها بعد 30 سنه. السلام عليكم. المصحف الشريف يا باشا، انا ما عملت حاجه. في ايه يا ست انت؟ ونعمه ربنا يا باشا، انا قاعده في اوضتي بريئه. انت حد كلمك؟ خش انت. ليه صبري اليوب من جوه؟ جوه؟ جوه فين بقى ان شاء الله؟ انا ست يا باشا عايشه بشرف. صبري اليوب مش ساكن هنا؟ لا مش ساكن هنا. هو عمل حاجه؟ انت مالك انت، عمل ولا ما عملش؟ مالي مالي وانا ادخل بين الحكومه والشعب؟ اوضته هناك اهي. ازيك يا عم صبري؟ انا اصلي بلديات الاستاذ آسر، وكنت قصده في خدمه. زي ما تقول حضرتك كده قضيه يعني. عم صبري انا عرفت كل حاجه. انا لسه جاي دلوقتي من عند فريده، وهي قالت لي انك ابوها، وحكت لي على السرقه والحبس. حكت لك؟ وقالت لك ايه بقى؟ مش مهم اللي هي قالته لي، انا جاي اسمع منك انت. بص يا ابني، انا راجل كبير واللي راح من عمري اكتر من اللي فاضل. انا وقفت وبصيت على الدنيا دي من فوق، شفتها بركة طين والكل موحول فيها، اللي بشوقه واللي غصب عنه. انا عمري ما سرقت، وعمري ما دخل جيبي مليم واحد ما يخصنيش. المفروض يعني اني اصدقك او ما تصدقش؟ مش هتفرق كتير. الفرق الوحيد ان اللي مش مصدقني هيزيد واحد، اذا كان اللي مني شايفين ان انا حرامي هتيجي عليك انت. طب لو انت ما عملتهاش اتسجنت ليه؟ انا هحكي لك، هحكي لك اللي حصل بالظبط، وربنا هو الشاهد على اللي انا هقوله لك. ماشي احكي يا عم صبري. في يوم رحت البنك اصرف مرتبات الدكاتره والمعيدين، كانوا بالظبط 635465 جنيه. طولت في البنك لغايه 4:30 لغايه ما صرفت الفلوس. قلت ارجع الجامعه، كان معايا واحد زميلي ونسيبي في نفس الوقت اسمه صادق. رجعنا الجامعه لقينا زميلنا اللي معانا في الخزنه قفل الخزنه وخد المفاتيح وروح. هتكلموه علشان يرجع تاني بالمفاتيح. الزمن ده ما كانش الموبايلات في ايدين الناس كلها زي دلوقتي. ده كان في ايده موبايل كان باشا. كلمناه على تليفون البيت، مراته قالت انه لسه ما وصلش. صادق قال لي خلاص روح بالفلوس وقبض بكره، ده كلها سواد ليه. معقول تروح بمبلغ كبير زي ده؟ انا قلت في مخي بقى زي ما جيت بيهم من البنك اروح بيهم وارجع بيهم. وروحت بيهم. انا في الطريق طلع على 2 ولاد حرام ثبتوني وسرقوا الفلوس. حكايه غريبه قوي يا عم صبري. انا قلت لسعادتك انا بحكي لربنا مش ليك، لان سعادتك مفيش في ايدك انك تحبسني تاني
ولا في ايدك انك تعوضني عن اللي فات. ان اللي بيعدي ما بيرجعش. بص علي باشا، انا مش هقول لك ان انا زي ابوك، لان مفيش حد يتمنى ان ابوه يبقى زيي. انا بس شايف انك راجل ابن ناس ومحترم، فهطلب منك طلب صغير قوي. عايزك تقف جنب ياسر وفريده. ما تزعلش منهم يا ابني، لان الاتنين ما لهمش ذنب في اللي حصل لي. ماشي يا عم صبري. ماشي. استأذن انا. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صبري، هي الحكومه عرفت يا اخويا ان انا اللي غزيت عيسى؟ شموس يا حبيبتي، ازيك يا عشق؟ الحمد لله. وحشتيني يا بنت. وانت كمان. جيش ليه؟ معلش والله غصب عني. بقول لك ايه يا حبيبتي، انا اتزنقت في حاجه كده وعايزاكي تحليها لي والنبي. عارفاكي ما بتجيليش الا ما بتتزنقي. والله حد غيرك يا شموس. عيوني يا قمر. بصي انا عايزه بيتها يومين ثلاثه لحد ما ادبر مكاني. خلاص اخدك ونطلع على شقه البنات لحد ما اظبط لك بكره برايفت. تمام يلا بينا. لا استني اخلص ونطلع مع بعض سوا. طيب ماشي زي الفل. تعالي عوضي. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ امال فين اللي اسمه ايه ده بتاع العربيات ده؟ مين؟ هيثم؟ اسكتي، مش في بنت بنت حرام غزته بسكينه؟ يا لهوي مات؟ لا ما ماتش يا حبيبتي الحمد لله، تعور بس. خساره، وكان قاعد سلاني بدل ما اقعد استناك لوحدي. ليه يا اختي تقعدي لوحدك ليه؟ من قله الرجاله مع الرجاله ايه ماليه الدنيا ايه؟ هاتي دي عندك. ماشي. اقعدي يا حبيبتي. ماشي. معقوله يا طنط؟ حضرتك تعملي حاجه زي كده؟ حضرتك ست متعلمه ومثقفه، ازاي توافقي على حاجه زي كده؟ والله يا صفيه ما كان قصدي اي حاجه وحشه، انا مشيت ورا اختي عفاف لاني كنت خايفه. مفيش اي حاجه تبرر اللي حضرتك عملتيه. عن اذنك هروح اطمن عليها. ملك افتحي يا حبيبتي، انا صافي. ملك افتحي بقى. ملك انا لوحدي، افتحي يا ممكن بقى افتحي. على فكره انا مش همشي غير لما تفتحي. ايه ده يا طنط؟ انت ما بتردش. خبطي تاني. ملك ملك ده مش طبيعي يا طنط كده، ممكن تكون عملت في نفسها حاجه. السرعه يا رب. ملك عاصم الحقني يا عاصم. في ايه؟ تعالى شوف ملك بنخبط عليها انا وصافي، لا بتفتح ولا بترد ولا ليها حس خالص. معقوله؟ ملك يا ملك 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 هي ما ردتش عليكم خالص؟ خالص يا انكل، خبطت عليها كتير وما فتحتش، من ساعه ما قفلت على نفسها ما خرجتش من الاوضه. حلف اشوفها من التراب. يا ملك بقى افتحي. ازيك يا ياسر؟ اقعد بقى كده علي. يعني عشان زعلان مني تقوم ماشي المهندس الحيوان ده الصبح؟ وانا هزعل منك ليه؟ فكك بقى من الجو ده. انا عارف ان انا شكلي بقى زي الزفت قدامك، بس انت اخويا علي مش صاحبي، يعني المفروض تبقى عارف انا بعمل كده ليه وبقول كده ليه. لو اخوك زي ما انت ما بتقول يا ياسر كنت شلت سرك معايا، ما كنتش خبيته عني، ده انا حتى ما حصلتش صاحبك. ما تحسبهاش كده علي، انا اتعرفت عليك في المدرسه بعد ما اتنقلنا من المدرسه اللي اتطردنا منها، يعني الموضوع كان لسه سخن.
الناس كلها كانت عارفه ان ابويا ميت، ما كانش ينفع اجي اقول لك ان ابويا محبوس ومجرم، وخصوصا بقى بعد ما انت دخلت شرطه وانا دخلت حقوق كان لازم اقفل بقي. احنا مرت علينا ظروف صعبه كتير قوي يا ياسر، ما فكرتش في مره انك تقول لي؟ كنت اقول لك علي، فاكر لما اتخرجنا وكنت بتتحايل عليا ان انا بقى وكيل نيابه وان تقديري كبير وان انت هتجيب لي واسطه، وكنت بقول لك لا؟ ساعتها كنت اقول لك ما ينفعش، اصل ابويا محبوس، بس في اخر لحظه ما قدرتش. انا النهارده كنت عند عم صبري. عم صبري؟ عم صبري مين؟ والله يا حبيبتي لولا ان ابويا قاعد معايا في الشقه وبيقعد يشرب ويسكر ويتخانق مع اللي في وشه لقعدتك معايا. عارفه يا حبيبتي ولا هي؟ ازيك يا بنتي يا شوشو؟ الحمد لله. يا معزت انت يا وليه يا معزت؟ يا اهلا وسهلا، يا مساء الحلاوه يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ نعم. صاحبتي مزنوقه بس في بيتها كده يومين ثلاثه لحد ما تدبر امورها. في عينيا، ده لو ما شلتهاش الارض اشيلها على حجري يا روحي. ربنا يخليك يا معزه. هتكل انا بقى عشان لسه ليلتي مفتوحه. ماشي يا حبيبتي. بصي لو عاوزتي اي حاجه معزه معاكي اكن انا موجوده بالظبط. ماشي ماشي يا حبيبي. ماشي. يلا حبيبتي يلا. السلام عليكم. مع الف الف سلام. يا الف خطوه عزيزه، المطرح كله منور. تعالي يا روحي. شوشو بنتي يا شوشو، خدي دخلي الضيفه تغير هدومها وترتاح جنب عزه على بال ما اعمل لها لقمه تاكلها. يلا اتفضلي يا قبل. اتفضلي يا ابو. شكرا يا جوشو. ليه كده يا علي؟ بتعمل كده ليه وبتحفر ورانا ليه؟ هي مش فريده حكيت لك كل حاجه وانا جاي لك بنفسي اهو. مالك انت ومال مجرم زي ده حتى لو كان ابونا؟ عايز منه ايه؟ آسر، انا بشتغل ضابط مباحث، يعني شغلتي ان افهم واشوف الامور من جميع زواياها مش من زاويه واحده بس. وفهمت ايه بقى من الزاويه البعيده يا سياده المقدم؟ فهمت ان طريقتك انت وفريده في معامله باباكو مش صح. يعني ايه؟ يعني انا حاسس ان صبري اليوب بريء. انا وانت بتوع قانون يا علي، ما ينفعش نحكم باحساسنا. الراجل ده كذاب وقدر يضحك عليك ويوهمك انه بريء. ماشي ماشي آسر، انا همشي معاك للاخر. الراجل ده يا سيدي سرق فعلا واتحبس 15 سنه. ما ينفعش بقى يا عم ياسر لما يخرج ولاده يعاقبوه بقيه عمره، ده في الاخر بني ادم. صبري اليوب بالنسبه لي انا وفريده مات من ساعه ما الناس ما عرفت ان احنا اولاد الحرام. يا ريت بقى تتعامل مع الموضوع بنفس الطريقه، احنا الموضوع ده حسبناه. احنا مش ناقصين فضايح يا علي. لو مش ناقصين فضايح بجد يا ياسر يبقى لازم تلموه تحطوه تحت عينيكوا. اول مره اتمسك في قضيه اداب، ما تعرفش المره الجايه هيتمسك في ايه. وخد بالك مفيش 2 مليون صبري اليوب في مصر، يعني لو غلط واتمسك تاني ساعتها هتبقى فضيحه بجد. يعني ايه؟ يعني تقعد مع فريده وتفهمها ان طريقتكم في معامله ابوكم دي مش هتحل الموضوع، بالعكس هتعقده اكتر. شوشو. نعم يا ماما. خش اندهي الضيفه من جوه عشان نتعشى. حاضر يا ماما. لا اكل يفتح النفس. يا ماما يا ماما. ايه بيت عاوزه ايه؟ الضيفه مش جوه. مش جوه؟ راحت فين دي؟ انا عايز اقول لك حاجه مهمه. ايه يا حبيبي؟ لازم بكره الصبح نروح القسم. قسم؟ ليه؟ عشان نعمل محضر في المهندس الحيوان ده. انا ماليش صفه اني اقدم بلاغ، فلازم تبقي موجوده. يا حبيبي انت مش قلت ان انت ضربته؟ هو انا مش ضربته، انا فرمته. طيب خلاص يا اسر، انا مش عايزه اعمل لنفسي شوشره اكتر من كده. وبعدين ما انت اكيد شفت الفيديو، شفت انا ازاي وقفته عند حد من غير ما يلمسني. بس ده حيوان يا عيشه، واستغل ان صاحب الشغل عشان يضايقك. خلاص بقى يا اسر مش مشكله. ما فيش حاجه اسمها مش مشكله، الراجل ده لازم يتربى. وبعدين ما ينفعش بعد كل اللي عمله معاكي ده نقول خلاص. بعدين ما تقلقيش، لو خايف انا جنبك ما تخافيش. خلاص يا حبيبي اللي تشوفه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. خير؟ انت طبعا عارف ان احنا مش هينفع نبات هنا مع بعض، يعني مش كده؟ طبعا طبعا. امال ايه؟ انا كده كده كنت هتعشى معاكي وبعد كده هطلع المكتب ابات هناك. انا كده كده ورايا شغل كتير قوي هناك لازم اخلصه. هعدي عليكي بكره الصبح عشان نفطر مع بعض ونروح القسم. نسيت اقول لك صحيح، دي نسختك من مفتاح الشقه، ما شلتهاش من مدينتي من ساعتها، عارف انك هتاخديه مني. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. خير يا عاصم؟ طمني.
دورت عليها في كل المستشفيات ما وصلتش لحاجة. يعني اختفت؟ احمد ربنا اني ما لقيتهاش في اي مستشفى، ده في حد ذاته كويس. الحمد لله الحمد لله. ملك مساء الخير. اهلا يا يارا، مساء النور، تفضلي. اهلا يا بتوعتين، تفضلي تفضلي. متشكرين. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. حط الشنط دي عندك واستناني في العربيه. شنط ايه دي يا هان؟ دي حاجه ملك اللي كانت باقيه عندنا، اظن احنا كده عدينا العيد. كتر خيرك يا هان. وريت بقى طارق يكمل جميله ويبعت لملك ورقه طلاق. قوي قوي يا عاصم بيه، بس بعد ما تجيبوا الفلوس اللي اتصرفت على جوازه بنتكم، تاني يوم هتكون عندك ورقه الطلاق. فلوس اللي بتتكلمي عليها يا سعاد مش كفايه اللي عملتوه في البنت؟ ملك نفسيتها زي الزفت من اللي عملوا فيها طارق. طارق ما عملش حاجه، ملك هي اللي خانته وكذبت عليه بدل المره اتنين وتلاته. حرام عليكي، كفايه ظلم. احنا كشفنا على البنت وطلع ان مفيش مخلوق لمسها. انت عندك بنت تحبي حد يتكلم عليها كده؟ يا طنط يعني هي ماما جايبه الكلام ده من الهوا؟ مش ملك هي اللي طلبت الطلاق من طارق بنفسها وقالت له انها حامل؟ كذب، الكلام ده ما حصلش. حصل ولا ما حصلش انا ما يهمنيش، انا يهمني فلوس ابني اللي شيء وتعب فيها من يوم ما اتخرج لحد ما اتجوز، وفي الاخر راح صرفه على فرح وجواز بنتكم. لا المكم، طارق ابني رجع الشغل وقال لي الناس كلهم بيسالوا عن ملك، اقول لهم ايه يا ماما؟ قلت له لا يا حبيبي، انا اللي هروح لهم واقول لهم اذا ما جابوش فلوسك لحد عندك قول لهم اللي حصل، وانتوا بقى ابقوا لموا فضيحه بنتكم. يلا يا يارا. ملك ملك مش حاجه. استنى انت ماشي شايف ايه؟ ده مقفول من جوه حتى المفتاح. بس انا هحاول الف لما اقول. طب بسرعه خبط عليه. بس تضرب كيس الدم اللي انا بملاه ده وهتبقى زي الرهوان متريليوس. انا والله خايف تدمنه. بس الحمد لله ان فصيله دمك طلعت زي فصيله دمها. تصدقي اول مره في حياتي اعرف ان انا وملك نفس فصيله الدم. يلا عشان تبطل بقى تقول لي انت دمك تقيل ولا ما عندكش دم. بالعكس على فكره. بالعكس ايه؟ يعني انت تبان في الاول كده رخم شويه، سوري يعني، بس بعد موقف تبرع الدم ده بصراحه جدع. تصدقي وانت كمان يا صافي، اول ما عرفتك كده كنت حاسس ان انت بخيله ورزله ودلدوله ملك، بس لما قربت منك وعرفتك كويس اكتشفت ان انت تافهه جدا. تافهه جدا؟ هو انت بتشتغل ايه؟ والله انا المفروض مدرس كيمياء وفيزياء، بس عمري ما اشتغلت فيهم. انا وانا في الكويت كنت بشتغل في كل حاجه، اي حاجه. كانوا مسميني شهرمان الخليج. شهرمان الخليج؟ ده بيعمل ايه يعني؟ مش لا ده اشهر نوع حيوانات هناك. بصي نوع من الوز بس بيحلبوه. طب تصدق بقى ان انا اصلا غلطانه ان انا سالتك. لو سمحت عايزه واحده قهوه مظبوط. وانا كمان. طيب يبقى اتنين قهوه مظبوط. وعلى حسابي ها، عشان انت طلعت جدع. كل ده عشان شويه دم؟ طب ما انا عندي دم كتير. هوفره لمين يعني؟ وبعدين كده انت كمان جدع وشكلك بتحبي ملك فعلا. ملك دي صاحبتي الوحيده يا عمر، يعني لما بيحصل لها حاجه بحس انها حصلت لي انا بالظبط. عندك حق، ملك دي انا عمري ما شفت واحده زيها.
رقيقة وناعمة وزي القمر وذكية، بس اللي اسمه طارق ده أنا ما بطقوش، ما بينزليش من زور. الحمد لله أنا جيت في الوقت المناسب. لا لا أكيد. طب بقولك إيه بقى؟ أنت إيه حكايتك يعني؟ كلمني شوية عن نفسك. والله يا صافي أنا بني آدم محترم، مهذب، تربيت كويس، متفوق، ذكي زي القمر، يعني تقدري تقولي كده ما فيهاش غلطة. زي بالظبط، طموحة، ذكية، ما فيهاش غلطة، أمورة، لذيذة، لينة. أنت بتقلديني وخلاص. طب أقول لك إيه بقى؟ بجد بقى هسألك سؤال. لا بجد بقى يا عمر، قولي هي مين هيش؟ أنت مصرة صح؟ مصممة. ما أنا مش فاهمة بقى بصراحة، كل شوية اسمها يتقال وأحس إن في حاجة غلط، وبعدين كل ما أجي أسأل محدش يقول لي مين هيش دي. مالك أنا أعرفها من زمان يا عمر، عمرها ما جابت لي سيرة عشق دي. من الآخر عشق تبقى توأم ملك. نعم توأم ملك. زمان وإحنا صغيرين طنط ليلى اتخانقت مع الدكتور عاصم وغضبت وقعدت عندنا في البيت كام يوم. في يوم بقى من الأيام وهو راجع البيت عنده ما لقاش غير ملك بس، ما شافش عشق. كلم خالتي سألها أنت جيتي خدت عشق؟ قالت له لا ولا أعرف عنها حاجة. يعني هي تاهت ولا اتخطفت ولا إيه يعني؟ محدش عارف. قلبوا عليها الدنيا وسألوا الناس كلها وراحوا للبوليس ولا وصلوا لأي حاجة. هما ازاي اصلا يسيبوا طفلتين لوحدهم في البيت؟ ما عشان كده الدكتور عاصم مشايل خالتي المسؤوليه، بيقول لها لولا غضبك وقمصتك ما كانش حصل كل ده، والست حاسه بتانيب ضمير كل السنين اللي فاتت دي. هما طول الوقت ده ما عرفوش يلاقوها ولا هي رجعت؟ والله لحد وقت قريب كان عندهم امل وبيدوروا، بس كل ما الوقت يعدي بيخافوا اكتر لحسن يلاقوها ويلاقوا معاها كارثه ما يقدروش يستحملوها. يا حرام، الله يكون في عونهم، دي مش حاجه سهله خالص. وبعدين اكيد انكل عاصم وطنط ليلى حالتهم صعبه قوي، وهم في كل لحظة مش عارفين بنتهم عايشة ازاي وعايشة فين. أنا بس خوف إنها لما تلاقي إن أنا جبنا لها دكتور نفسي تعند وتدخل في المود أكتر. يا جماعة ما تخافوش، خلوني بس أقعد معاها وإن شاء الله مفيش حاجة هتحصل. بس بالراحة عليها شوية يا دكتور، أحسن زعلها وحش قوي بيوجع قلبها. اطمني إن شاء الله خير. أنا مش هحضر للولاد دي محاضرات تاني، انا لو حضرت لها هتخليني اعتذر لبنت الخدامه دي، هي كده كده حطاني في دماغها. ما تخلصي يا ضوء وتعملي اللي هي عايزاه، خليكي تعدي الترم اللي فاضل لك ده على خير. دي حته عيله تافهه، قولي لها معلش والموضوع كله هيخلص. ولو على ماده الدكتوره فريده انا اشرحها لك. شرح؟ شرح ايه؟ هو انا في دماغ حد يشرح لي؟ انا عايزه حاجه تنجز لي ام الماده دي، ملخصات بقى، براشيم، اي زفت طين، اي حاجه. طب ما تجيلي البيت وانا افهمك اللي انت مش فاهماه واعمل لك احلى ملخص. ملخص برضه؟ احلى ملخص. دعاء مش هتيجي تحضري محاضره الدكتوره فريده؟ مش هحضر لها محاضرات تاني. يا بنتي دي هتقولي الملغي والمهم عشان الامتحانات. ابقي اكتبيه وادونا نقله. مش هينفع عشان المره دي هتاخد الغياب وهتنقص في الدرجات، لازم تيجي. ايه الجو ده؟ روحي احضري المحاضره ده. يلا يلا بقى يلا. يلا وعايزه توقفي تقعدي تمددي، خدي راحتك. بابا وماما حكوا لي عن الموضوع كله من وجهة نظرهم، من ساعة الفرح لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها. بس أنا ولا كأني سمعت حاجة. أنا حابب أسمع منك أنت، من اللحظة اللي تحبي تتكلمي عنها. على فكرة الطب النفسي ما بيجيبش نتيجة عظيمة إلا إذا كان الإنسان مقتنع. عشان كده انا قلت ادي لنفسي فرصه، مش عشان مديني فلوس كتير، لا لا خالص، ممكن ارجعها لهم، اقول لهم مش فاضي، ما باجيش لحد لغايه بيته، عايزين يشرفوني في العياده وخدوا ميعاد بقى بعد شهر ولا اتنين. بس انا مصمم اتكلم معاكي. عارفه ليه؟ انا بقالي سنتين ما بفوتش حلقه واحده من ساعه مع ملك، وتقريبا نص الكلام الانساني بره الطب اللي بقوله للناس اللي بيقول لي عياده مقتبس مني. يعني انت ملهمتي. شوفي بقى لما ملهمتي انا شخصيا واللي بتساعدني تبقى محتاجاني، ما اقدرش اتخلى عنها بسهوله، حتى لو مش عشانك ولا عشاني. اقسم لكم بالله العظيم وحياه اغلى حاجه عندي هي اللي قالت لي انها حامل. انا ما بفتريش عليها، بالعكس انا لسه بحبها، ورغم كل اللي حصل ده والله العظيم انا متمسك بيها. الكلام ده ملوش لازمه دلوقتي، الموضوع انتهى بعد اللي قلته عليها وعملته معاها. يا عمي يا عمي حط نفسك مكاني، انا عايز افهم هي ليه قالت كده، ليه كدبت عليا؟ انا والله العظيم ما عملت لها حاجه، ده لو جوزها لنط
كنت قلت ما بتحبنيش، لكن احنا قصه حب، قصه حب الناس كلها كانت بتحكي عنها. ارجوك يا طارق انهي الموضوع ده بقى، احنا ما عندناش استعداد ملك تتعب اكتر بكده. والله ولا انا. ملك مش هترتاح ولا احنا هنرتاح غير لما تبعد عننا وتخرج من حياتنا. احنا كل حاجه كانت ماشيه عندنا زي الساعه، من ساعه ما ظهرت كل حاجه باظت واتلخبطت. انا مش طالب منكم حاجه، انا عايز مراتي، خصوصا الحمد لله طلع ان مفيش حاجه. بعدين انا جاي لشغل دلوقتي في قطر، ممكن اخدها ونسافر سوا. سافر يا طارق وشوف مستقبلك، بس قبل ما تمشي تطلق ملكة، واحنا متنازلين عن اي حقوق ليها ومش عايزين منك اي حاجه. ليه كده بس يا عمي؟ انا ما عملتلهاش حاجه، وحتى لو غلطت انا مش طالب غير فرصه تانيه. قصدك فرصه ثالثه عشان بعدها بنتنا تروح مننا خالص. انت لو ما طلقتهاش هنرفع قضيه وهنطلعها غصب عنك بالمحكمه، احنا مش مستغنيين عن بنتنا. مع كامل احترامي ليكم، بس حاجه زي دي انا عايز اسمعها من بقها. لما بكون قدام المايك والناس بتكلم دي اكتر حاجه بتبسطني. جميل، خلاص اجري ورا سعادتك، اخرجي برا الاوضه دي، ارجعي شغلك مع زمايلك، اقعدي مع اهلك اتكلمي معاهم. التفاهم الانساني يا ملك هو اللي بيحل المشاكل اللي جوانا، وبيقولوا اللي يشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. انا نفسي، بس كل ما بكلم مع حد بحس ان محدش فاهمني ولا حاسس بيا. شخص واحد بس اللي كان بيفهمني، بس بعدنا عن بعض. تقصدي طارق طليقك؟ حتى طارق ما كانش بيفهمني. امال مين؟ واحدة عرفها من وانا صغير. صاحبتك؟ بعدتي عنها ليه؟ أنا ما بعدتش عنها، هي اللي اختفت. اختفت؟ كلمة غريبة أوي. تقصدي عزلت أو راحت مدرسة تانية؟ معرفش، أنا صحيت يوم الصبح ملقتهاش. مفتقدها؟ أوي، حاسة إن هي لو كانت جنبي ما كانش في أي مشكلة ممكن تهزمني. طب ما تحكيلي عنها شوية. أنا خلاص بقى تعبت. بتهربي مني ولا إيه؟
لا انا بجد تعبت. انا بقالي كتير قوي ما اتكلمتش كتير كده. ماشي موافق. عموما انا مش مستعجل، هكتب لك شويه حاجات تساعدك على اللي انت فيه، بس اعملي حسابك بقى المره الجايه مش هنتقابل هنا. بس انا مش هقدر اجي لك العياده. مين قال عياده؟ احنا هنتقابل في كافيه زي اي اتنين صحاب. صباح العسل والورد. صباح النور يا عم. عامله ايه؟ انت ايه اللي جايبك من هنا؟ قالوا لي انت قاعده في الجنينه، قلت اجي اقعد معاكي افكك اسليكي. ايه ده؟ مين ده؟ انت مالك؟ مين ده؟ بس يا ماما انا ابن خالتك وبقول لك مين ده اللي في اوضتك؟ دكتور هشام، الدكتور النفسي اللي بيتابعني. دكتور نفسي يا مكه؟ ايه الهبل ده يا مكه؟ دول نصابين يا حبيبتي. لما قصدي دكتور الحق حق، افشل طلبه طب في الدنيا هم اللي بيخشوا طب نفسي، يا دوب بيبتسم ويقعد يلغي مع العيانين واي نصب. عمر انا اسفه يا دكتور، هو عمر كده دايما بيحب يهزر. مفيش مشكله. معلش يا دكتور من غير هزار ولا بتاعنا، ليا سؤال، حضرتك دكتور ايه؟ انا دكتور نفسي. واما انت دكتور نفسك بتتدخل في نفسيات غيرك ليه؟ عمر بس ميرسي يا دكتور. معلش. تمام وزي ما اتفقنا. طيب ماشي. تمام ايه واتفقتوا على ايه؟ وايه الجاكيت ده؟ وايه في ايه؟ يا ريت انت كمان بقى تتفضل عشان انا تعبانه وعايزه انام. لا اتفضل. اتفضل فين؟ ده انا عامل لك بروجرام يا باشا. اول حاجه هنروح الملاهي، نركب الصاروخ، نتمخمط سوا، نضحك شويه، ونطلع بقى بعديها معايا تذكرتين تزلج على الجليد. ايه تزلج؟ عمرك ما تزلجتي قبل كده؟ لا ما اتزلجتش قبل كده. طب انا بقى اتزلجت وبقول لك كانت حاجه عسل. هنروح نتزلج انا وانت وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعديها. يلا. لا البس. مش عايزه يا عمر. ليه يا مكه؟ لا يا عمر مش عايزه، عايزه انام. طب نروح سينما. لا يا عمر. طب نتغدى سوا. لا يا عمر عايزه انام. احكي لك حدوته بقى، اختاري بقى، احكي لك سنو وايت ولا احكي لك السمبوسك والكلب؟ عارفها يا اسر؟ انا مش عايزه اخد فلوس ما استحقهاش. انت عايزني اشتغل معاك عشان افضل جنبك كده وقدامك على طول، مش عشان محتاجني فعلا. انت مين قال لك كده؟ ما انت عارفه ان من ساعه ما صبحي ما مشي وانا ملبوخ اخر لبخ ومحتاج سكرتيره تظبط لي مواعيدي، يعني هتشتغلي وتتعبي كمان. انت ما سمعتش المثل اللي بيقول صاحبك اللي بتحبه لا تعامله ولا تناسبه؟ انا مش عايزه اي تفاصيل تخش في علاقتنا تبوظها، وبعدين انا ما فهمش حاجه في شغلك. سوري فيهم حاجه مهمه دول؟ كلهم مهمين، بس دول شيكين ب 2 مليون جنيه بتوع عميل. يا نهار اسود، هو عايزني اشتغل معاك؟ ده انا خرب بيتك في ربع ساعه. فباك كل حاجه، هاتي لي بس مناديل. خد. بقول لك ايه، انت اكلتي؟ اه اكلت ساندوتش من شويه عشان اكافئ نفسي على الشغلانه الجديده. انت اشتغلتي اهو؟ اه راجل طيب قوي، عنده مخزن خشب في الموسكي. بس ده شغل صعب عليكي. انت فاكرني اشيل خشب ولا ايه يا اسر؟ ده شغل سكرتاريا واداره. ايوه انا فاهم، بس انا بقول يعني ان المعامله مع السواقين والعمال مش سهله. ما انا عارف، بس الحاجه كرم مديني كل الصلاحيات ومحسسني اني زي بنته بالظبط. اسكت يا اسر، انا ما صدقت الاقي الشغلانه دي، انا فرحانه قوي. خلاص يبقى النهارده نخرج ونسهر ونحتفل. لا مش هينفع للاسف النهارده، انا عندي شغل بكره الصبح بدري قوي، في عربيات جايه من المينا الساعه 5 ولازم ابقى موجود. 5 ايه؟ 5 الصبح؟ ده بدري قوي. مفيش حاجه ببلاش، شغلانه محترمه بس متعب. بص انا ما عنديش حاجه بكره، اعدي عليك وتعزمني؟ لا بكره مش هينفع. مش هينفع ليه؟ وراك حاجه؟ مواعيد. مواعيد؟ مواعيد اهم مني؟ ده سر بقى ولا ايه؟ لا يا سر ولا سر ولا حاجه، فريده كاتبه كتابها بكره ولازم احضره. اه وطبعا فريده ما بتقنيش فانا ما ينفعش احضر. على فكره انت فاهمه فريده غلط خالص، فريده بتحبك جدا. احلى حاجه فيك انك ما بتعرفش تكذب. طب ايه رايك بقى ان انا اخليها تكلمك وتعزمك بنفسها؟ يا ابني ما تصبر شويه، كلها دقيقتين وهتخرج. ما انا صابر اهو يا ياسر، هو حد صبر قدي؟ ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا أستاذ بس ممكن 5 دقايق عشان في ناس جاية. مش هيجرى حاجة لما عشقي تيجي وإحنا بنكتب الكتاب. معلش يا فريدة مش هيجرى حاجة لو اتأخرنا 5 دقايق بس، أصل مستني حد مهم. حد مين يا علي؟
الشاهد التاني. اهي جت اهي. ايه يا حبيبتي؟ اتأخرتي ليه؟ مش قوي ها؟ كانوا هيكتبوا الكتاب من غيرك. مبروك يا فريد. الله يبارك فيك. يلا يا أستاذ ابتدي. لسه الخمس دقايق ما خلصوش يا فريدة، مش هنقدر نكتب الكتاب من غير الشاهد التاني. وبعدين أصل أنا مجهز لك مفاجأة هتثبت لك قد إيه أنا بحبك. علي أنا ما بحبش المفاجآت. لا لا لا، دي مفاجأة ما تخوفش خالص، أنا متأكد إنك هتحبيها. أهو جه. ازيك يا عم صبري؟ اتفضل. ألف مبروك يا دكتورة. ألف مبروك يا حبيبتي. جابك هنا؟ عايز مننا ايه؟ مين ده ياسر؟ الاعتراف ان في مشكله دي اول خطوه للعلاج. جيتك النهارده هنا في العياده ده معناه الاعتراف. تعالي. أنا جيت لك النهاردة لأني حسيت أني لما سمعت كلامك حالتي بقت أحسن. نزول الشغل فرق معايا فعلا. دي بداية ثقة بينا وبين بعض، عشان كده بقى هناخد حقنة صغيرة كده عشان نعرف نتكلم بالراحة وبهدوء. لا ليه، ما أنا هادية مش محتاجة. ممكن بلاش يا دكتور لو سمحت. حاضر، هسمع كلامك المرة دي بس بعد كده أنت تسمعي كلامي. احكي لي بقى ايه اللي تعبك يا ملك؟ حاجات كتير، بس اهم حاجه فيهم احساسي اني غير الناس كلها. بحس اني بشوف الدنيا بطريقه غير ما الناس كلها شايفاها. الاحساس بالاختلاف سببه حاجه من الاتنين، يا التفوق يا الضعف. انت حاسه بايه؟ مش عارف. ساعات بحس اني قوية جدا وساعات بحس اني ضعيفة قوي. مش عارف. وجوزك طلعك ليه؟ طارق ما طلعنيش، انا اللي طلبت الطلاق. وليه طلبت الطلاق؟ كنت بعذبه وبعذب نفسي، وزي ما بيقول وجع ساعة ولا كل ساعة. طب والعذاب ليه؟ مش عايز تردي؟ خلي بالك كل ما اتعرف عليكي اكتر هقدر اساعدك. كان في حاجة حقيرة لازم تحصل بيننا وانا ما كنتش عايزة كده. عارفة تقولي ايه؟ تقولي ما هي دي الدنيا والحلال والحرام، بس أنا شايفاها حاجة حقيرة. من حقي أشوفها حاجة حقيرة، مش كده؟ طب وليه حقيرة؟ قصدي ليه شايفاها حقيرة؟ أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده. أنا تعبت النهاردة، كفاية كده. أوكي براحتك. عموما هكتب لك على مهدئ هيخليكي كويسة جدا، ويا ريت أشوفك كمان يومين. ملك هتيجي؟ نسأله في ايه يا ابني؟ ما تخش. هي قالت ايه لما عرفت ان انا جاي؟ في ايه يا وحش؟ انت خايف منها ولا ايه؟ لا انا هخاف من ايه يعني؟ هو هيحصل اكتر من اللي حصل. طب ادخل ادخل. ايه
ايه ده ايه ده؟ الموضوع كده خلص من غير كلام؟ لا لازم نتكلم يا ياسر. ما ينفعش يا علي تعزم اكتر واحد اذاني في حياتي من غير ما تقولي. انا ما شفتش غير انه ابوك يا فريده. هو ده العتاب والخناق؟ الموضوع كده خلص فعلا يا جماعه ولا ايه؟ ما تخليك محضر خير بقى. بقول لك ايه يا فريده، مالكيش دعوه بيا، ركزي مع الراجل ده. انا مش هقول لك غير كلمه واحده يا فريده، انا اسف. انا ما عملتش كده غير بس عشان افرحك. شفت الادب والاخلاق والتربيه؟ مفيش حاجه يا علي، ما تشمتش فينا العوازل. عوازل؟ وبعدين ايه الكلمه دي اساسا؟ انا هكلم لكم مأذون دلوقتي حالا عشان تكتبوا الكتاب. ايه الجنان ده؟ انا في وسط امتحانات، ما ينفعش. ما احنا ممكن نكتب الكتاب دلوقتي وناجل الجواز لبعد الامتحانات. هو انت موافق على جنانه ده؟ انا موافق على اي حاجه، المهم نبقى مع بعض. يا ابن اللذين يا رومانسي. جرس بيرن. استنى بس. استنى ايه؟ الموضوع خرج من ايدي خلاص. انا بكلم لكم مأذون عشان تكتبوا كتابكم. عايز اخلص منكم بقى واشوف شغلي. ايه رايك في الكمين ده؟ مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي. ما شاء الله كل يوم بتحلوي عن اليوم اللي قبله. ميرسي يا طنط. احنا سمعنا الحلقه بتاعتك كانت هايله، انت مذيعه شاطره قوي يا ملك. ميرسي يا لولا، ربنا يخليكي. معلش انا مش هقدر اقعد معاكوا عشان تعبانه وعايزه انام. استني يا ملك، خالتك ولولا وعمر جايين مخصوص عشان عشاني انا؟ امال انت ازاي كنت بتقولي تعالي نخرج؟ وانا مش حافظك؟ هقول لك نخرج تقولي لي نروح على البيت، هقول لك نروح على البيت هتقولي لي نخرج. قلت اعكسها عشان اجيبك هنا. يا سلام. لا صايع. بقول لك ايه، انا فكرت في حل لكل مشاكلك وما لقيتش غير حل واحد. اللي هو انا 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 اتجوزيني يا ملك. مش كده يا عمر. امال ازاي يا ملك كده يا عمر؟ الجواز مش بالطريقه دي. طب قولي لي الطريقه اللي تريحك وانا اعملها. عمر بيحبك يا ملك ونفسه يرضيك. الأمور ما تجيش بالشكل ده يا عمر، اديها وقت تفكر. أفكر في إيه يا بابا؟ الموضوع مش محتاج تفكير يا عمر، إحنا أخوات وما ينفعش نكون غير أخوات. عن إذنكم. يعني إيه الكلام؟ يعني رفضتك يا عمر. قوم يا حبيبي. هي بنتك فاكرة نفسها إيه يا ليلى؟ هي مش واخدة بالها ولا إيه؟ خليها تفوق، ده أنا ابني ألف واحدة تستاهل، ده بيشتغل في الكويت. قوم يا عمر قوم، دي ما تستهلكش. قوم يا حبيبي، اسم الله عليك قوم. ما تزعليش يا عفاف، ملك لسه مصدومه وكان لازم نستنى عليها شويه. استني براحتك يا اخي، احنا ماشيين. قوم يا ولد اطلب طولك قوم. يلا شغلانه مسكت صفاري هايز. ايه الدخله الناشفه دي؟ مفيش مساء الخير، مفيش وحشني حاجه من دي. هو انت مش طيرت مني محي وقلت لي سيبك منه وانا هجيب لك شغلانه بست صفار؟ فين اهم من الشغل؟ ظبط الشغل وانا بظبط، اديني فرصتي. شكلك بترول عليا وانا ما بحبش اللف والدوران. اخلص عشان نبقى حبايب. وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان نبقى حبايب، ده الحب جميل للي عايش فيه، عايزين نعيش. مش بقول لك بترول عليا، وانا ماليش في الجو ده من اوله لاخره. انا شغل وبس، عاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك بلاش. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو من لا احبابه ناس اصحابه ولا ايه؟ احبابه ايه؟ انتوا هتغنوا وتردوا على بعض. انا ماشي. الله، جرايا هيش مالي، ده انا نعمه واللي يرفضها يعمل. بقول لك ايه يا هيثم، انا مش شايقالك، انا فيا اللي مكفيني، انا جاي النهارده اعرف اقول من اخر. جاي عاليه قوي دي، بتجيب ليه كده النهارده؟ عامل لك ايه؟ ما انت بقالك 100 يوم بتسبب. مش عامل ايه هنا يا ملك؟ ايه ده، انت بتكلمني انا؟ امال بكلم مين؟ بترفضيني يا ملك وجاي تقعدي في الاماكن الواطيه دي؟ جرايا شبح، هو انت مش شايف الراجل اللي قاعده معاه ولا ايه؟ الف سلامة على وشك. الله يسلمك. انت بقى اللي مين وقاعد مع بنت خالتي بتعمل ايه؟ انت مين انت وعايز ايه؟ هو انت تعرف الشاب الطويل في السن ده؟ معرفوش. يلا على البيت يا موكا، وانا ليا كلام تاني مع خالتي. موكا؟ طب روح يا شبح على ترابيزتك عشان انت تقلتها قوي. خلاص يا جماعه، معلش معلش يا عمر، سكران بس شويه. خلاص معلش، يلا عمر سكران. يلا ايه يا مشكله؟ يلا يا ملك على البيت، انا ليا كلام مع خالته. بقول لك مع خالته؟ ده انت تقلتها قوي وعايز مهدي عشان تهدى. انا عايزه يبقى خالته، وانسى بنت خالته دي خالص. اوامرك يا ريس، اطلع بره. ولو ما طلعتش بره هتعمل ايه؟ هتضربني يعني؟ اه كنت متاكد.
استني بس يفهمين انت جرحت الواد ده فيا ممكن ما اعرفوش ما تعرفوش ازاي ده بيجعره بيقول ان انت بنت خالته اكيد بيقول كده عشان ما حدش يقول له انت بتعمل ايه بس يبقى انت كنت عاكمه منه عاكمه كبيره قوي ده الواد ماكو قوي يا هيثم بقول لك ما اعرفوش ده ليه ابن حد ولا صاحب حد من اللي انا اشتغلت عليهم قبل كده لكن هو انا ما اعرفوش الله ما انت بتشتغلي باسماء مستعاره اهو اشمعنى بتشتغلين انا بقى بقول لك ايه انا مش هاجي هنا اليومين دول تاني لو في شغل نخلصه من بره بره انا مش ناقصه وش ايه ده انت خفت من عيل زي ده ده عيل زيزي وكمان هيعمل لك حظر تجول لا ده انت شغاله مع هيثم اللبان يعني سلطان الليل لا انا همشي الواد قفل انا هبقى اكلمك في التليفون نخلص الشغل سلام سلام خدي بالك من نفسك خير يا عمر قفل الشر يا بهدل بهدل انت يا ابني دخلتي يا عمر يا ابني انت بتتكلم يا عمر في ايه انت مجنون ايه ده في ايه في ايه يا عمر ايه اللي جايبك هنا بالمنظر ده سيبك من اللي جايبني والمنظر وشوفوا بنتكم اللي بتسكر في الكباريهات اخلص ايه اللي بتقول ده يا ابني ده شكله سكران ده امشي انا شفتها فين مالا؟ في حد يدخل على بنت نايمة بالشكل ده يا حيوان انت؟ مين دي؟ طب ازاي؟ والله العظيم لسه شايفها ورحمة ابويا لسه شايفها يا ليلى استني مش هستنى يا عشق بنتي وانا مش هسيبها استني يا بابا انا جاية معاكي تروحي فين يا مالا كنت بتهزري؟ رايحة فين؟ في حد عايز يصدق واحد مجنون زي ده؟ هو يا عاصم لا ما انتش خارجة ما حدش هيقدر يمنعني يلا يا عمر يلا يلا يا خالد يلا مش هينفع سيبها تروح مكان زي ده لوحدها اطلع معايا يا ماما مالك مالك صوت احمد مالك يا ليلى يا ليلى زرقاء ايه الواد الطويل في السن رجع ومعاه ناس عشقتي عامله زي البير ما تفهمش هي بتقلب مين في ايه بقول لك ايه ما تروحي تصرفيه لحسن كده الليله شكلها هيبقى غامق اهي اهي الست اللي هناك دي هي اللي كانت واقفه وشافت كل حاجه اهي جايه من فضلك يا بنتي في واحده كانت هنا من شويه اسمها عشق عشق انا ما اعرفهاش الزباين هنا كتير ومش كلهم اعرف اساميهم يا ستي افتكري كويس اللي كانت واقفه مع الاستاذ اللي هناك اللي كان وشه في الصيانه ده وانتوا ضربتوني حتى لما انا قلت لها نروح سوا مين لميس ايوه لميس مين انت بتتكلم عن مين استني طيب بصي دي صورتها اسفه جدا اول مره اشوفها من فضلك يا بنتي بصي كويس قلت لك والله يا مدام اول مره اشوفها يا استاذه ركزي ما تجننينيش احنا كنا احنا الثلاثه هنا امال انا ضربت العلقه دي ازاي عشان خاطري بصي في الصوره كويس يا مدام ما تخلوش يتقل في الشرب تاني شكله قاعد يقربع جامد لحد ما دماغه تعبته ده حتى خلى بنت معديه من البنات وراح والمصحف ما حصل والمصحف ما حصل ده انا كان نفسي بس فشلت يلا يا ماما يلا يا ماما يلا يا مازن حرام والله العظيم كان نفسي وما عرفتش هتصبر على الحبيب والله طعم الصبر مر وقعدتي وبمر فيها نجاة يا اخويا ما كنتش اعرف ان كلاويكي ساقعه كده جرى ايه ازاي تكلمني بالطريقه دي بقى تبقى عارف ان هم رايحين يدوروا على ايش وانت ولا انت هنا ما فكرتش حتى تروح معاهم عمر ده قد سكران وبيخرف وزي الحال بقى لو رجعوا هي معاهم انت هتخرف زيه ما انت عارف يا اخويا انا ما شفتش انت اللي حكيت وانت بقى راجل نص كلامك كده ايه انت تفيدي نفسك ولا ايه يا اخويا وطي صوتك هادي في المطبخ يسمعك بعد ما تتفرج
سندوتش وتديني قوي كده. امشي اطلع بره بره بره. خير خير يا عاصم بيه؟ حصل ايه؟ خلاص انتوا ما بقتوش نافعين. اتفضل. سايبه المكتب كله تراب وجايبين القهوه من غير وش. خلاص يا عاصم بيه، لو انت شايف ان احنا ما بقيناش نافعين امشي. انت بتقولي ايه يا نجاة؟ يرضيك يا راضي المكتب يبقى كله تراب بالشكل ده؟ لا طبعا ما يرضينيش. انت غلطان يا نجاة، وانا هنضف المكتب بنفسي لسيادتك. ما هو كمان ما يصحش يقول علينا ان احنا ما بقيناش نافعين. يا ستي ما تراعي الظروف اللي احنا فيها، ما انت شايفه بنفسك. خلاص انفعلت وخلاص، ما تزعليش. انا اسف يا ستي. لا يا عاصم بيه العفو، ده انت جمالك مغرقانا ولا ايه يا نجاة؟ اللي تشوفه يا سيادتي، اللي تشوفه يا اخويا. نعم يا حبيبتي، طلعت مش هي. يعني ايه؟ يعني رحنا وسألناهم قالوا لنا لا نفس الاسم ولا نفس المواصفات. لا انا الكلام ده ما ينفعنيش، انا عايز اعرف بالتفصيل قابلتوا مين وقالوا لكم ايه. تعالى تعالى معايا احكي لي. تعالى تعالى بس. غلط يا ليلى، اللي حصل ده غلط. ضغطك عليا مش هيجيب نتيجه غير اني اقول كلام مش عايزه اقوله. حصل حصل وخلاص. يعني ايه؟ عايزه تهدي اللي بنيناه في سنين؟ عايزه تضحي بالبنت اللي فاضله؟ لا يا عاصم، عايزه الاقي البنت اللي راحت. انت ليه طول الوقت محسس انك مش عايز تلاقيها؟ انت فاهمه ان الكلام اللي بتقوليه ده معناه ايه؟ طب اديكي خرجت لقيتيها. يا ليلى، الامل في اننا نلاقي عيش جريمه في حق ملك، لانه هيدمرها ويرجعها للحاله القديمه. الكلام ده كان زمان لما كان صغيره. صح، عشان كده اتطلقت وحاولت الانتحار. يا ليلى، ملك بنيتها النفسيه ضعيفه وموضوع عيش بيضغط عليها. طب عايز يعمل ايه؟ اقول لقلبي ما تقش ابطل احب عيش عشان ملك؟ ملك هي اللي في ايدينا دلوقتي، والله اعلم اذا كان عيشه. عايشه 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 يا عاصم. انا حسابيها دي حته مني انضحت. فاهم يعني ايه حته مني؟ انا طول الوقت حاسه انها معايا جنبي. لما بتقابلني مشكله وما بعرفش احلها بفكر يا ترى عشق كانت هتعمل ايه عشان اعرف الاقي لها حل. بصي، الارتباط بين التوأم مساله طبيعيه، لكن انت ليه ما رحتيش معاهم وهم رايحين يشوفوها؟ بابا ما رضيش. يعني كنت عايزه تروحي؟ هو انا ما كنتش عايزه اسيب ماما لوحدها؟ بس أقول لك على حاجة، أنا من جوايا كنت خايفة أروح، كنت خايفة نلاقيها بجد، مع إن أنا بحبها قوي، بس مش عارفة ليه خايفة أقابلها. طب بصي، تعال نفك الحكاية كده حتة حتة عشان أنت دخلتي في المشكلة مرة واحدة. قولي لي، هي سابت البيت ليه؟ معرفش، هي فجأة اختفت. قعدنا ندور عليها أيام وما لقيناهاش، حتى أيامها أنا بطلت أتكلم خالص. ماما وبابا قلقوا عليا قوي، افتكروا جرالي حاجة. أنا كنت بعيط ليل نهار، كنت حاسة إني لوحدي، لغاية ما شوية شوية ابتديت أحس بوجودها تاني. وطبعا في الفترة دي أهملوكي وركزوا في إنهم يدوروا عليها. لا ليه؟ ماما يمكن شوية، لكن بابا بالعكس ده كان مهتم بيا قوي، يمكن اكتر من الاول كمان، رغم اني كنت ساعات بشوف دموع في عينيه. مش عارف ليه حاسس انك بتحبي بابا اكتر من ماما شويه. السؤال الغريب ده، ما اعتقدش الحب ليه مسطره يتقاس بيها. انا بحب الاتنين اكيد، ساعات اميل لماما وساعات اميل لبابا، متهيألي ده طبيعي. طيب ما تيجي نرجع لعيشي بقى. الفترة اللي كانت غايبة فيها كنت بتشوفيها بتسمعيها؟ بس في خيالي. بس انت عارف حضرتك يا دكتور ان الاطفال وهم صغيرين بيبقى ليهم صديق خيالي. انا عايشة بقى كانت صاحبتي الخيالية. طب الحكاية دي قعدت قد ايه؟ يعني فضلت صاحبتك الخيالية لغاية سن كام؟
لغاية بداية المراهقة تقريبا. طب في الفترة دي كنت بتشوفيها أو تسمعيها؟ أنا عشت فترة كبيرة قوي لوحدي يا دكتور. مازن كان صغير وأنا كنت بحس بوحدة، فكنت بتخيلها نتكلم سوا نلعب سوا. تهيألي ده طبيعي ولا مش طبيعي يا دكتور؟ بصي، هو الصديق الخيالي ظاهرة طبيعية عند الأطفال، المهم إنهم يعرفوا يفرقوا بين الواقع وبين الخيال. لا طبعاً، أنا كنت عارفة إنها في خيالي بس وإنها مش موجودة. طب كانت بتكبر معاكي ولا أنت كنت بتكبري وهي لأ؟ عشقة توأمي، يعني ما بص في المراية أشوفها. يعني كانت بتكبر معاكي؟ آه، وساعات ساعات يعني مش دايماً. لما كبرت كنت أقعد أتخيل يا ترى دخلت كلية إيه، ولما كنت أشوف حد كنت أقول أكيد عشقة تحب ده، بس ده لعب يعني مش أكتر. واضح إن دنيتك اللي جوه دماغك أوسع بكتير من اللي بره. هو أنا دايماً ما كنتش اجتماعية، حتى لما كانت عشقة موجودة كانت هي اجتماعية أكتر مني وكانت جريئة يعني. طب ليه مش عايزاها ترجع؟ ما هي صاحبتك، ترجع وتتكلم مع بعض زي زمان. زمان كنا عيال، دلوقتي أنا حاسة أنها تبقى غريبة عني. أكيد الدنيا غيرتها زي ما غيرتني أنا كمان. عندك حق دكتور، هو أنا كده طبيعية؟ طبيعية يعني إيه؟ يعني مش مجنونة؟ بيتهيالي اللي تروح شغلها وتنجح وتتفاعل مع الناس أكيد طبيعية. القدرة على الاستمرار هي معيار السواء الأساسي. دي مشكلتك إن أنت حساسة بزيادة، بتتأثري بزيادة، وده بيعمل لك اكتئاب بسيط، بس هيخف مع الدواء اللي أنت بتاخديه. الحمد لله، ما تتصورش كرمك ريحني قد إيه يا دكتور. طب كان في موضوع عايز أكلمك فيه من المرة اللي فاتت، العلاقة بين الراجل والست. أنا تعبت يا دكتور النهاردة، معلش ممكن نكمل مرة تانية؟ تعبتي ولا بتهربي مني؟ أوكي، خليها المرة الجاية، ما تنسيش تاخدي ميعاد من السكرتيرة. ميرسي يا دكتور، عن إذنك. ده موضوع قديم راح لحاله، أنت ليه مهتم قوي كده؟ لأن لازم أعرف كل حاجة عن طفولة ملك، لأن أنا شايف المشاكل اللي هي فيها بسبب حاجات حصلت أيام الطفولة. هو باختصار ملك وعشق كانوا توأم عادي جدا، وهم عندهم 10 سنين مامتهم سابت البيت، كان في مشاكل بيني وبينها، وفي يوم رجعت ما لقيتش عشق، دورنا عليها في كل حته للأسف ما لقيناهاش. طب هل عشق وملك كانوا عارفين المشاكل اللي بينك وبين مامتهم؟ مش فاكر طبعا، بس انا طول عمري حريص انهم ما يحسوش بمشاكلنا، لكن وارد، صعب جدا ان انا افتكر بعد المده دي كلها. طب قول لي يا دكتور، هما كتوأم كانوا متفقين على طول ولا كان في اختلاف؟ يعني دي تقول يمين دي تقول شمال، بتحصل ساعات. لا متفقين، يعني ما تقدرش تقول انهم متفقين قوي، لكن لما كانت عشق تقول انا عايزه كذا، بعدها بشويه ملك تيجي تقول نفس الكلام. يعني ممكن نقول ان عشق كانت هي القائد، يمكن علشان هي الاكبر، ولو ان الفرق يعني دقايق. طب قول لي يا دكتور، كنت بتفضل واحده عن الثانيه؟ لا طبعا، بس يمكن عشق كانت ودوده اكتر. لما كنت برجع البيت كانت تجري عليها الاول وتحضني وتقول بابا جه بابا جه، بعدها بشويه ملك كانت تيجي وتقول نفس الكلام. ما لفتش نظركم تقليد ملك لعشق؟ يعني كنا عارفين بس ما حسناش ان دي مشكله. بس انا حاسس ان انت ميال لعشق اكتر. يمكن من جوايا، بس في نفس الوقت كل ما كنت بجيب لي دي حاجه اجيب لي دي نفس الحاجه، حتى لو بوست دي كان لازم ابوست التاني، لحد ما عشق اختفت. طب لما عشق اختفت ملك عملت ايه؟ يعني زعلت ولا الموضوع كان عادي بالنسبه لها؟ دي كانت اسوأ فتره في حياتي. كنا بندور على عشق في الشوارع والأقسام والمستشفيات، وفي نفس الوقت كنا مرعوبين على ملك. ليه؟ إيه اللي حصل لها؟ بطلت تتكلم،
ساعتها وديتها للدكتور مدكور الله يرحمه، عالجها. بعد شويه الحياه استمرت وكله رجع طبيعي. انت نازل في اسئله من الصبح كده ليه؟ انت قلقان من حاجه؟ ابدا يا دكتور، بس انا لازم اعرف عنها كل حاجه عشان اقدر اساعدها. يعني مالك كويسه؟ اطمن يا دكتور، حاجات بسيطه بالعلاج والجلسات هترجع احسن من الاول. انا مش فاهمه انت ليه مصمم تتكلم في الموضوع ده، انا شايفاه سخيف. لان كل حاجه فيكي طبيعيه ما عدا العلاقه بالراجل والست، عندك فيها مشكله. واذا قلت لك ان حتى لو دي مشكلتي فهي مش فارقه معايا ولا عامله لي اي قلق. الموضوع مش بالبساطه دي، لان ده ممكن يكون عرض لمشكله اكبر. يا ترى اللي هي ايه بقى؟ انت حاسس ان انا عندي مشاكل تانية؟ لغايه دلوقتي لسه مساله محتاجه استكشاف. استكشاف؟ مش كلمه اوفر شويه؟ الانسان كيان شاسع من جواه زي الكون، محتاج استكشاف. هو انت ما اتجوزتش ليه يا دكتور؟ تهيألي انا قلت لك الكلام ده اول مره اتقابلنا فيه. كانت حلوه؟ عمر الجمال ما كان معيار للحب، انا بالنسبه لي كانت اجمل واحده في الدنيا. انت ممكن تشوفيها عاديه. والموضوع ده بقاله كتير مش كده؟ اه. طب وما اتجوزتش ليه بعدها؟ ركزت في شغلي ونجاحك يا دكتور. تقدر تقولي كده الدنيا سرقتني. ومش حاسس ان في حاجه ناقصاك مش كده؟ اه. طيب امال ليه بقى مستغرب عن رأيي في علاقة الراجل والست؟ ما انت تقريبا زيي اهو. على فكرة انت بتجريني في الكلام عشان تثبتي انك صح، وده ذكاء منك. بس انا بقى ما عنديش موقف عدائي من العلاقات دي زيك. بالعكس، انا شايف العلاقات دي مهمة جدا عشان نعمر الأرض. لولا العلاقات دي لا انا ولا انت كنا جينا الدنيا. دي علاقة حيوانية بتحول الحب من حاجة رقيقة وحنينة لرغبة أنانية. لو اتملكت من الواحد ممكن توصله انه يعمل اي حاجه، ممكن توصله انه يخون حد، يعتدي على حد، وممكن ساعات يموت حد. ما عشان كده الدين والقانون نظموها عشان ما يحصلش تجاوزات. بس دايما بتحصل تجاوزات. هو في حاجه كرهتك فيها ليه؟ هو انت حبيبتك اللي كنت بتحبها هي السبب الوحيد اللي كرهك في الجواز ومنعك عنه؟ ممكن نتكلم عنك انت، مالكيش دعوه بيا. انا هنا في العياده دي انا الدكتور وانت المريضه. هو انت مش قلت ان انا مش مريضه؟ ايوه انا قلت كده. عايز اقول لك ما عندكيش حاجه خطيره على فكره. انا قابلت بابا وسالته عن عشق. ليه عملت كده؟ المفروض يبقى في تعاون بيني وبين اهل الحاله. بقول الحاله وما بقولش المريضه عشان ما تزعليش. وقال لك ايه بقى عن عشق؟ ما قالش حاجه اكتر من اللي انت قلتيه، بس حسيت انه بيهرب من الكلام. لا دي لانها حاجه مؤلمه، الواحد ما بيحاولش يفكر في الالم. لا هي دي طريقته، بس ما بيحبش المواجهه. تقدر تقول خواف شويه. مش غريبه انك بتنتقدي والدك؟ انا مش بنقده، انا بس فاهماه. هو الواحد لما يقول صفه سلبيه في اللي قدامه يبقى بينقده ولا بيقول الحقيقه؟ فكره انت النهارده عدوانيه قوي في كلامك. وانت شكلك تعبان ومش في المود. اه انا تعبان، عشان كده ريت نكمل بقى المرة الجاية. تعبان فعلا ولا بتهرب من الكلام؟ تعبان. تنسيش تقعدي مع السكرتيرة. اوكي. لا بس فهمان، هو انت لما تقول صفة سلبية في اللي قدامك تبقى بتنتقده ولا بتقول الحقيقة؟ مش عارف. ايه رأيك؟ حالة مش سهلة، بس أنا شاكة في حاجات كتير. طيب أنا محتاجة أسمعك. قبل ما نتكلم في أي كلام أنا مش هتابع حالة ملك. أصلاً ليه؟ ملك عندها مشكلة مع الرجالة، وأنتي ست زيها، يعني هتتكلم معاكي من غير تحفظها؟ أيوة، بس هي شخصية شكاكة بطبعها، وما بتثقش في حد، وأنت ابتديت معاها لما كانت ضعيفة ومحتاجة مساعدة، مش شرط بقى ده يحصل معايا. قولي بقى إن دي حالة سهلة وأنتي محتاجة الحالات الصعبة، مش كده؟ بالعكس، أنا حاسة إنها حالة صعبة جداً، ولسه فيها مفاجآت كتير، هتبان بعدين. بس أنا مش شايف كده. ملك عندها مشكلة مفاهيم نتيجة تربية غلط، وخوف مبالغ فيه من الارتباط، وده في الغالب نتيجة حادثة قديمة كانت بسيطة بس سابت أثر كبير. هو أنت ليه ما بتصورش فيديو؟ يعني حكاية مش مستاهلة. بيقول الصورة بألف كلمة؟ أيوة، بس هي لما تعرف إن بصورها مش تبقى على راحتها. الكاميرا غير المايك، إحساسك إن في عين بتراقبك. مش لازم تعرف. مش لازم تعرف؟ أيوة بس بقى. أنت بتعمل كده عشان مصلحتها مش عشان حاجة تانية. طب أنا هصورها إزاي من غير ما تعرف؟ أنا جايبة معايا مجموعة كاميرات من أمريكا، حجمها صغير، ممكن تحطها في أي مكان هتتكلموا فيه. طب الكاميرات دي بقى هتبقى هدية ولا هتحاسبيني عليها؟ لا طبعًا هدية، مش هتفتح لي عيادتك وهتشغلني؟ ماشي،
نشوف بقيه الحالات اللي هتاخديها وبعدين نتكلم في موضوع الفلوس. اتفضل يا دكتور. بص يا ستي، دي حاله احمد، طالب في كليه الطب، ساب دراسته وساب الكليه وبقى واحد تاني خالص. ابعد عني يا مازن، ما تلمسنيش. ملمسش يا في فياد، وانا لحقت اعمل حاجه؟ انت تعملي مكسوفه؟ لا مش مكسوفه، بس انا متضايقه. ايوه انا عارفه ان انت اتغيرت، انت بطلت تحبني يا مازن. يا حبيبتي انت فاهمه الموضوع غلط، الحب ده كان زمان، دلوقتي احنا هنعمر الارض. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا ليه ما سافرناش نقضي شهر العسل في اي حته حلوه زي ما الناس كلها بتعمل؟ يا حبيبتي احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده وخلصنا كلام فيه؟ ايوه انت اتكلمت معايا وقلت كلام كتير قوي، بس انا ما وافقتش على اي كلمه من اللي انت قلتها. طيب معلش يا حبيبتي معلش، حقك عليا، ممكن دلوقتي نركز في اللي احنا فيه ده؟ حب بقى ونطلع بعض يعني؟ ما انا بتكلم في الحاجات دي، في الحب والسعاده، بس انا حاسه ان انا مش سعيده يا مازن. كان نفسي اقضي معاك الليله دي في حته حلوه، نكون احنا الاثنين ما رحناهاش قبل كده. تايلاند مثلا، ايه رايك في تايلاند؟ تيجي نروح هناك؟ يا دي النيله يا بنتي، قلت لك معيش فلوس، في ايه؟ ما ينفعش اطلب من بابا اكتر من كده، الراجل دفع في الفرح وفي العياده. يعني العياده اهم مني؟ حبيبتي يا حبيبتي العياده دي المستقبل. وانا يعني الماضي اللي خلاص خلص؟ طيب يا حبيبتي ليكي عندي بكره الصبح نطلع العين السخنه. ده لو رايحه رحله مع الجامعه مش هطلع العين السخنه. طيب اسكندريه؟ مازن انت عايز تعصبني يا مازن؟ طيب يا حبيبتي طيب معلش. بصي اوعدك بكره الصبح ان شاء الله هحاول اقلب من بابا اي فلوس، ما ينفعش اقلب من ماما. ماشي؟ لا انت تروح تتكلم معاه دلوقتي. اتكلم ايه؟ عارفين انت اتهبلتي انت التانيه؟ في ايه اخبط عليهم دلوقتي اكلمهم يعني؟ ايوه تروح لهم دلوقتي واعمل حسابك بقى مش هتقرب مني غير لما تتكلم مع باباك في الموضوع ده. يعني ايه؟ يعني مش هتلمسني غير في تايلاند. مش هلمسك الا في تايلاند؟ يا ستي بلا تايلاند بلا الهند، انت هتعملي لي فيها كام كارديشيان؟ مازن انا مازن بلا زفت، ايه الجوازه دي؟ عدم جوازك لغايه دلوقتي يبين ان انت كنت الطرف الاضعف، واخبرت ان هي سافرت عشان حياتها، انت ما قدرتش، حياتك وقفت. انا كنت الطرف الوافي مش الاضعف. شفت التقدم والقوه اللي بقت فيها؟ ده ما كانش موجود الاول، العلاج جاب نتيجه رائعه. قبل ما نتكلم عن العلاج والحالة، أنا عايزة أتكلم عنك أنت يا دكتور. أنا شايفة إنك متعاطف مع الحالة وده قلقني. ده مقصود. المريض لما يحس إن اللي بيعالجه عنده مشاكل زيه، التفاعل اللي بينهم بيزيد. بس تعاطفك مع الحالة هيخليك ما تحكمش عليها بنظرة حيادية ولا بمهنية، وده ممكن جدا يأثر على العلاج. ده كلام قديم ومرفوض، والنتيجة قدامك أهي. أنا اللي كنت بتتكلم عنها مع مريضتك؟ مش بالظبط. أنا بس حبيت أقدم حكاية تثبت وجهة نظري، أنا سبتها لنفسي عشان أديها مصداقية. أمال ليه أنا حاسة إن أنت بتتكلم عني؟ ده تورط عاطفي منك يا دكتور. أنا عمري ما طردتك بحبي، أنت اللي كنت دايماً بتضغط عليا بمشاعرك. ممكن نخلينا في الحالة أحسن؟ إيه؟ حاسس إني ظلمتك؟ أيوه أنا دين ظلمتيني وسبتيني مع أول فرصة أحسن مني جات لك. أعتقد إن أنت لازم تعيد حساباتك كويس وتفتكر إيه اللي حصل بالظبط. بيتهيألي ده لا زمانه ولا مكانه. ممكن نركز في شغلنا؟ شوف الصورة دي ركز فيها كويس. شوف دي كمان. عايزة تقولي ايه؟ صورتي اللي مالك؟ مش شايف اي فرق؟ تسريحة الشعر واللبس بس؟ دي حالة هستيريا واضحة، دبل بيرسوناليتي. يعني ايه؟ عشق مالك على واحدة؟ اتنين بس هما اللي ما يعرفوش يكذبوا، المجانين والأطفال. حتى الأطفال لما بيحس إنهم كبروا شوية وخايفين من العقاب بيضطروا يكذبوا. بس أنا ما بحبش الكذب، وبشوف إن اللي بيكذب بيبقى حد ضعيف وخايف. ومين قال إن مفيش لحظة جوانا بنحس إن إحنا خايفين وضعاف؟ بس السؤال بقى، إحنا ممكن نكذب لغاية فين؟ نكذب على نفسنا مثلا؟ ما أعتقدش إن ممكن حد يكذب على نفسه إلا إذا كانت عنده مشكلة كبيرة. إحنا بنكذب على نفسنا لما بتبقى في حاجة جوانا مش قادرين نواجهها، خايفين نواجه نفسنا بالحقيقة، نتحط في موقف صعب وما نعرفش نتصرف فيه. هو حضرتك بتقولي الكلام ده ليه يا دكتور؟ في بعض حالات الهستيريا المريض بيكذب على نفسه، يقول إنه اتعمى مثلا وفعلا ما بيشوفش لأن شاف حاجة ما كانش لازم يشوفها.
واقف ايد النطق. وهو حضرتك شايف ان انا بكذب على نفسي؟ في حاله هستيريا تانيه بس دي نادره شويه. المريض بيتقسم يبقى اكتر من شخص. يبقى بوشين يعني؟ ابعد من كده بكتير. يبقى اتنين بني ادمين في شخص واحد. زيك بالظبط. انا؟ ازاي يعني؟ لا طبعا انت مش مين دلوقتي؟ عشق ولا ملك؟ شكلك بتتفرج على افلام كتير يا دكتور. انا زي ما انت قلت بالظبط، مريضه عندها مشكله بسيطه وبس. بصي للصوره دي كده. دي صورتي. ودي برضه صورتي. بس الاثنين مش واحد. يا سلام، هو انا لو غيرت في ستايل الميك اب واللبس شويه يبقى اتنين؟ ايوه اتنين. شخصيه رقيقه ومتردده ومش مايله للمواجهه. دي غالبا ملك. شخصيه عنيفه وقويه، نقدر نقول صراعيه، ومايله للانتقام. اكيد دي عشق. شكلك مش طبيعي النهارده يا دكتور، عن اذنك. لو مشيت انا مضطر اسف، انا بلغ الدكتور عاصم. واضح ان انت اللي محتاج دكتور نفسي مش انا. وعاطف اعترف ان اللي دله على المصلحه دي خالكو صادق اللي كان بيشتغل مع باباكو في الجامعه. خالي صادق ده كان اكتر واحد بيتكلم عن بابا ويقول انه حرامي، ومهما سمعني كلام كنتش بقدر استحمله. تاريخ كان بيكرهه، وهو اللي رفع لماما قضيه الطلاق، وهي كانت بتسمع كلامه عشان ساعتها كان بيصرف علينا. كان بيصرف علينا من فلوس اللي سرقها من ابونا 5 سنين، وقال لها ما حلتيش حاجه، انا اللي معايا على قد بيتي وولادي. الله يسامحه بقى على اللي عمله فينا. انا كده دوري انتهى، اللي جاي بقى دوركم انتوا. واحنا نقدر نعمل له ايه بعد عمره اللي ضاع؟ تروحوا له تقولوا له احنا اسفين، احنا ظلمناك. اي كلام ملوش معنى، أنا ظلمته قوي. ما تقسيش على نفسك قوي يا فريدة، أنتي برضو كنتي معذورة. معذورة؟ الراجل اللي حبيته طلع هو الحرامي، وأبويا اللي كنت بكرهه طلع هو المظلوم. ما تفكريش في اللي فات، فكري إزاي تعوضيه في اللي جاي. تفتكر ينفع؟ عم صبري الراجل طيب، قلبه كان مفتوح لكم وأنتوا ظالمينه، يبقى مش هيسامحكم وأنتوا عارفين إنه بريء. حاجات ما اعرفهاش عن نفسي، وحاجات كتير كتير قوي. انا ساعات كنت بقابل ناس بيعاملوني على انهم يعرفوني، وانا ولا فاكراهم، ما اعرفهمش اصلا. فاكره اول مره ده حصل امتى؟ ايوه فاكره، كنا في رحلة مع المدرسة، كنا رايحين مصر القديمة، واحنا قدام بوابة النصر جه ولد قدامي وردة، البنات قعدوا يتريقوا، انا في الاول كنت فاكرة معجب، بعد كده فوجئت بيه بيقولي مش هتسامحيني بقى، وبيعيط. وانت اتصرفتي ازاي؟ هربت، سبت الرحلة كلها ورحت قعدت في الباص. بس الغريبة ان بقيت اليوم كله الولد فضل واقف جنب الباص وعينيه مليانة دموع. وانت كنت حاسة بيه؟ كنت متضايقة طبعا، بس اتلهيت اكتر في تعليقات البنات، كسفوني. طب ده بيحصل لما تكوني في مكان متعود عليه؟ لا، يحصل اكتر في الاماكن الغريبه عني. الموقف ده يعني اتكرر كتير؟ في الاول كان نادر، وفضل يزيد بعد كده لدرجه خلتني احس ان في حاجه غريبه. طيب في محيطك المعتاد
كانش بيحصل حاجة. ساعات كانت ماما بتكلمني على حاجات اني عملتها وانا ما عملتهاش اصلا ولا فاكراها. مره طلبوا مننا بحث في الجامعه، انا ما كنتش حابه الموضوع بتاعه فقعدت اجله كتير لغايه ما رحت كتبته وسلمته للدكتور. لقيت الدكتور بيقول لي ما انت قدمتي من بدري، لدرجة اني ما صدقتوش وطلبت اشوف البحث. طلعني فعلا عاملاه وانا ما اعرفش عنه حاجه. واضح ان هاشي موجوده من بدري قوي. ده انا بقى الدكتوره زميلتك سلمت عليا ولقيتها شكلها تعرفني قوي كده، قلت يبقى اكيد قابلت عيش. طب قولي لي الحكايه دي بتزيد ولا بتقل؟ للأسف بتزيد. علاقتك بالناس بس هي اللافتة نظرك ولا ساعات بتحسي انك غبتي وانت لوحدك؟ لا ساعات بتحصل لي وانا لوحدي، يعني مثلا تبقى الساعة 5 فجأة الاقيها بقت 8 وانا معرفش حاجة عن الثلاث ساعات دول ولا فاكرة اي حاجة حصلت فيهم. طب ايه اطول فتره مش فاكراها؟ يعني مثلا ساعات، شهور، ايام؟ غالبا بتبقى ساعات، قليل قوي يعني لما وصلت ليوم. طب اول حاجه بتفتكريها ايه لما بتفوقي او بترجعي من حاله النسيان دي؟ الصداع، اولها واخرها دايما صداع، صداع جامد قوي ومببقاش مستحملة لا الأصوات العالية ولا الإضاءة. طيب بعد الصداع بتحسي بإيه؟ بحس بخوف، بحس إني عملت حاجة غلط. طيب آخر مرة حسيتي بالذنب كان إمتى؟ أما حاولت أنتحر. أفهم من كده إن محاولة الإنتحار دي ما كانتش بسبب الموقف اللي حصل من أمك وخالتك؟ كان بسبب حاجة تانية. ساعتها حسيت ان العذاب ده لازم يبقى له اخر بقى. طلعت على الشاليه بتاعنا في السخنه وانتحرت. طب ليه ما حاولتيش ترجعي وتعرفي الشقه دي بتاعت مين؟ وانت كنت فيها ليه؟ خفت اعرف. طب ليه ما قلتيش لبابا او ماما؟ طول الوقت كان في حاجه بتمنعني. ساعات الاحساس بالذنب، ساعات كنت بخاف يقولوا عليا مجنونة. دكتور هشام، ممكن توعدني اللي قلته لك النهارده ده مش هيخرج بينا؟ طول ما انت مواظبة على الجلسات والعلاج ده سر بيني وبينك. على فكرة ده حقك الإنساني والقانوني. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب كفاية بقى كده النهارده. على فكرة دي أهم جلسة علاج ليكي يا ملك. ولا تحب أقول لك يا عيشة؟ ملك؟ أنا ملك؟ أنا
انا ماشيه. استني هنا، هو لعب عيال؟ يعني ايه ماشيه؟ هقول له ايه؟ انا اسفه، ما كانش قصدي ان انا اتخلى عنك في الوقت اللي كان لازم اقف جنبك فيه. وايه المشكله انك تقولي له كده؟ كلام ملوش معنى قدام العمر اللي ضاع، قدام الطريقه اللي عملته بيها وهو في السجن، وحتى بعد ما خرج. ده انا حاسه ان انا زي ما اكون جاي اضحك عليه بكلمتين. انت خايفه تحس اني غلطانه؟ فريده اقل حاجه نعملها لبابا ان احنا نعتذر له. الاعتذار ملوش قيمه، مش هيرجع له اللي فات، بس ممكن يغير اللي جاي. فريده خليكي شجاعه. فهمني برضه؟ لا لا لا، والله والله انا مش قصدي. فاهم يا بنتي انت مش محتاجه تقولي اي حاجه. طول عمري وانا شايفاك حد ان شاء الله. كنت انا بالدنيا عليك، انا مش قادره اسامح نفسي عشان خاطر سامحني. انت معذور فريدة، مش لازم تلومي نفسك على بنتي. حقك انك تدافعي عن حياتك، عن دنيتك اللي بنيتيها بايديك. ما تدافعش عني، انا غلطت في حقك كتير. لا يا حبيبتي انت ما غلطتيش، وانا كمان غلطت، بس انا غلطي اكبر بكتير. انا طول الوقت حاسس ان بريء. بس الكلام في كل اللي فات، عايز انسى الفترة دي كلها، ساعة ما رحت اصرف الفلوس لغاية دلوقتي، عايز انساها، عايزكم تساعدوني. تقدروا؟ يا راجل، يعني عيش بنت الدكتور عاصم ابو النور؟ ايوه يا عم، زي ما بقول لك، عيش تبقى توأم ملك، بس تاهت منهم من 15 سنه، فهمت؟ ويا اخي احنا اللي كنا ظالمينك وفاكرينك بتعاكس البيت. في حد عاكس بنت خالته برضه؟ المهم انت تعرف مكانها؟ طبعا يا باشا اعرف، وممكن ادلك عليه، بس الحاجات دي بقى بتحتاج مصاريف كتير. يا عم الدكتور عاصم غني جدا وهيديك الفلوس اللي انت عايزها، انا بس ليه عندك طلب. امرني. انا عايزهم يفتكروا ان انا اللي لقيتها. بس كده؟ غالي والطلب طويل يا باشا، ده انت لو حبيت اجيبها لك لحد هنا. صدق بقى انت حبيبي يا عم هيثم، ده انت جيت لي من السما. بقول لك ايه، انا ليا سؤال صغير. لا دول ايه، بوتوكس؟ ايوه خلاص، يبقى اللي هو الشد اجزاء. تكرم عشان خاطر عيش. لا يا اسر، انت ما بقتش تحبني، انا حاسه. انت ايه اللي يخليكي تقولي كده؟ أنا عمري ما أتخيل إن أنا ممكن أعيش من غيرك. لا، أنت زمانك زهقت من قصتنا اللي مش نافعة دي. بس أعمل إيه يعني؟ أنا مش قادرة أمنع نفسي إني أحبك. أنت مش محتاجة إنك تمنعي نفسك. مسير الظروف هتتغير وهنتجوز. لا، أنت بتصبرني بكلمتين، أنا فاهمة. بقى أنت آسر اللي كنت في يوم من الأيام تتمنى تشوفني ولا تسمع صوتي؟
ياسر قولي بصراحة، هو في حد تاني؟ يا عيش افهميني، أنا في مشاكل طول الوقت، مشاكل علي وأكرم وفريدة، ده غير مشاكل أبويا. طب ما أنت طول الوقت كان عندك مشاكل وكنت بتهتم بيا، افتكر كده آخر مرة حاولت تكلمني فيها من قد إيه؟ أنا طول الوقت أنا اللي بدور عليك. معلش أنا آسف، أنا عارف إن أنا انشغلت عنك، بس والله العظيم مفيش حد في قلبي غيرك. الحب علامته الاهتمام، ومفيش حد بيعرف يمثل الاهتمام طول الوقت. أنا عمري ما مثلت عليك يا عيشة، عشان خاطري ما تزعليش مني، وأنا وعدك إن أنا هسأل عليكي كل يوم. كل يوم كل يوم؟ كل يوم كل يوم. طيب ماشي خلاص، سامحتك. انت عارف ان انا كنت رايحه اشتكيك لعم صبري النهارده؟ ده انت جميله قوي، رايحه تشتكيني لابويا؟ ما انا هعمل ايه يعني؟ مفيش حاجه بايدي غير كده. ياسر انا بحبك، ما اقدر استغنى عنك. اوعى في يوم من الايام تزهق مني ولا تبعد عني. انا لا عمري هزهق منك ولا عمري هبعد عنك. انا بحبك يا عشق. الله مزيكا وربنا مزيكا. تصدقي سامحهم؟ هما ايه دول؟ ركبك وهي بتخبط في بعضيها. اخلص وقول عمر قالك ايه يا هيثم. قال لي كله، من اول مازن والست الكمه الليلة هانم وحبيبي وزبوني الدكتور عاصم ابو النور والاستاذه ملك المذيعه اختك وقستك لما هربت وسبت البيت. بصراحه قال لي على كله، مفيش حاجه في جوفه الا لما قالها. يا سلام، طب ما انت كل البنات اللي عندك هربانين من اهاليهم افريان عنهم يعني. ما هي دي القنه، ما بقتيش تفرقي عنهم حاجه، كل واحده عندي ماسك لها زله. بس بصراحه الفرق الرفيع اللي بينك وبينهم، كلهم اهلهم ركش ما يسووش، انما انت بنت العزه واكل الوز. ولا تفرق معايا برضو، تصدق كل الكلام اللي انت قلته ده ولا يهز شعرك. خلاص ولا يهمك، احنا نتصل بقى بالدكتور عاصم ابو النور ونحكي له على كل بلاويكي، وساعتها نشوف شعرك ده هيفضل مكانه ولا هيقف مره. عايز ايه يا هيثم؟ اول هام فلوس بعت الفيلا تجيلي كلها، والتاني تبقي جزمه في رجلي، وكل اللي اقول عليه تقولي حاضر يا سيدنا. هيثم بلاش الفرده اللي على الاخر دي، انا برضه عشق، ابقى عليا. طيب حرف الايه حرف الايه حرف الايه؟ اصل انا مسجل الدكتور بالانجليزي قاسم ابو النور. ايوه اهو نتصل بيه بقى. خلاص خلصنا، هديك الفلوس واللي اقول عليه تسمعيه. هي كده الشروة على بعضيها. حاضر يا سيدنا. انت بتهزر؟ يا ريته كان هزار يا ست هانم، ده الضحك عليا اسخن من اسماعيل ياسين. بنت حضرتك باعت لي فيلا في شارع الهرم، قالت انها بتاعتها، وهو هبقت ب 4 مليون جنيه العربون وسابتني كده. ابوس رجلك يا ست هانم ترجع فلوسي، ده شقى ابويا وورث عيالي. مساء الخير عشقي. هاتيني النبي دي فوله واتقسمت نصين. هو في ايه يا ماما؟ الراجل ده بيقول ان شاف اختك عشق. اختك؟ ده هي الخالق الناطق. الموضوع ده بجد ولا انتوا بتشتغلوني؟ يعني ايه بنشتغلك دي؟ دي ملك اخت عشق التوأم، انت تعرف عشق؟ ايه اللي اعرفها؟ ده انا حافظها صم، ده صوابعها الاربعه معلمين على قفايا. تعرف مكانها فين؟ ما انا لو اعرف مكانها ما كنتش جيت لحضرتك. لا امال انت تعرفها منين وقابلتها ازاي؟ وربنا هي نسخه تلك الاصل. طب انت قابلتها فين؟ عندي في الاجانس وفي اوضتها في الفندق. طب يلا بينا على الفندق. لا ما سابت الفندق وهربت، هربت بعد ما خدت فلوسي بنت الحراميه. احترامات يا هاني. طب انت تعرفها بقالك قد ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون. انت متاكده ان انت مش هي؟ يا استاذ بعد اذنك ركز معايا. ما انا اللي مدهولني ان انا مركز معاكي. طب ممكن توصلنا ليها؟ هو انا هسيبها؟ ده انا هجيبها لك في شوال لحد هنا. لا شوال لا،
بعد اذنك يعني ما تمدش ايدك عليها. وفلوسي؟ لو جبتها لي انا هديك فلوسك. ماشي، بس المشروطه محطوطه وانا ليا 4 مليون جنيه. هديك اللي انت عاوزه، بس المهم تجيبها. خلاص اديني مهله يومين وانا هجيبها لحد هنا، تكوني جهزت فلوسك، قصدي فلوسي. سلام. انت ايه اللي مخوفك بالشكل ده؟ ده بيقول انه هيحطني في الشوال وانها نصبت عليه. انا مش فاهم عايشه بتعمل ايه، بس وهتورطني في ايه معاها؟ انت خايفه على نفسك ولا خايفه على عيشه؟ ما انا وهي ايه، مش واحد يعني، اي حاجه بتعملها ما انا هتاثر بيها. يعني لو اترمت في السجن ما انا هترمي معاها، ولو اتحطت في الشوال ما انا هتحط معاها. احنا لازم ناخد حقنا. طب قبل الحقنه بس يا دكتور معلش، انت شفتها واتكلمت معاها؟ هي فعلا ممكن تعمل كده؟ ممكن تنصب على حد ولا تاخد فلوس من حد؟ شوفي انا حسب تصوري ممكن. ايه ده؟ يعني اللي اسمه هيثم ده ما بيكذبش؟ مش معنى انها تقدر تتعامل، هي انسانه ذكيه جدا ما تورطش نفسها في مشاكل. لا انت لو شفت اللي اسمه هيثم ده مش هتقول كده، دي شخصيه ساحبه وراها المشاكل. يعني زي ما انت قلت بالظبط، اللي تتعامل مع واحد زي ده يبقى تقدر تعمل اي حاجه. على فكره جاوبتك على سؤالك، استريحي بقى عشان ناخد الحقنة. حاضر. على فكرة ما بتوجعش ولا توجع، يعني هتكون أكتر من العذاب اللي أنا فيه. أنت متشائمة ليه؟ أنت كويسة؟ انت بتطيب خاطري بكلمتين يا دكتور. انا فقدت السيطره على جزء من جسمي، اللي في لحظه ما بيسيطرش على رجلي بيقع. طب ما هي عشق ممكن تقول نفس الكلام. ايوه بس ده جسمي انا مش جسمها هي، دي حياتي انا مش حياتها هي. عندك حق، هي الجسم غريب في شخصيتك وهي اللي لازم تمشي. امشي اروح فين يا دكتور؟ ولا انت عشان قابلتها هي الاول؟ عشق. ايه ده انت بقيت بتعرفني اهو؟ عشان دي اول مره نتقابل فيها بشكل رسمي. قبل كده كنت بتكذبي عليا وبتقولي انك ملك. انا ما كنتش بكذب عليك، انا كنت بس بحاول احمي ملك منك. ما اعتقدش ان انا ممكن اذيها. اي حد يحاول يقرب الدنيتين من بعض يبقى بيأذيني وبيأذيها، وانا ما بسمحش بكده. وفي حد حاول قبل كده؟ كتير. زي مين؟ زي منا مثلا، بنت الناس اللي شغالين عندنا. راحت اشتغلت في مكتب المحامي اللي كنت مرتبطه بيه، وده كان ممكن يقرب الدنيتين من بعض، فكان لازم اتصرف. تعالى. بصي. ايه ده؟ ايه رايك؟ معقولة؟ بس لا ده شكله غالي قوي. ما يغلاش عليك يا روحي، يلا خشي اقسي في الحمام، عايز اشوفه عليكي. لا مالك انت كده هتحكمي على بقيت لبسي بالاعدام، وانا خايفه اتعود على المستوى ده. ولا يهمك يا ستي، دولابي كله تحت امرك. خد يلا. طيب يلا. معقولة؟ ايه مالك مترددة ليه؟ اصل انا صراحة جوايا صراع. صراع يا اوفر. اصل انا عايزه اشوفهم عليا، وفي نفس الوقت بقول يعني خايفه اتاخر وكده. ف على فكره انت اللي بتضيعي وقت دلوقتي، كان زمانك دخلتي استيم. ايوه ايوه صح صح. طيب اوكي. يلا. ايه ده ايه ده ايه ده؟
انا كده ممكن يبدو عليا بتهمه انتحال شخصيه مش شخصيتي. بجد حلو عليك المنه. لو ما كنتش اتصرفت بقى كان ايه اللي ممكن يحصل؟ مش كانت مالك ضاعت؟ انت كنت بتحمي نفسك مش مالك. انا وانا ايه اللي هيضرني لو اسر عرف؟ انا بالنسبه لاسر الاصل هي الصوره، وحتى لو ماما وبابا عرفوا ايه ولا حاجه، انا بالنسبه لهم مش موجوده اصلا. يعني مالك هي اللي كانت هتتضرر؟ ما فكرتيش انك ضريتي البنت اللي انطردت من شغلها وكانت هتروح السجن؟ والله كل حرب وليها ضحاياها بقى. البنت مش داخله معاكي في حرب. مش شرط الضحايا دايما يبقوا عملوا حاجه، ساعات مشكلتهم بس ممكن تكون انهم كانوا موجودين في التوقيت الغلط او المكان الغلط. فكره انت قاسيه قوي. مش انا يا دكتور، الحياه هي اللي قاسيه. يعني واحده زي ملك دي ممكن تتهرس فيها. ضغطك على ملك بيأذيها، دي حاوله الانتحار. عشان ضعيفه. انا لو كنت معاها ما كنتش هسيبها تعمل كده. مفيش حاجه او حد ممكن نموت بسببه او عشان. هيثم، هيثم انت فين يا هالة؟ يا هيثم، يا هيثم والله عيب عليك كده تقطعني في المحل لغايه بعد العصر. يا ساتر عليك ولد. يا هيثم، يا هيثم، يا هيثم يا ابني انت ما بتشبعش نوم؟ يا ساتر عليك. ايه ده هيثم؟ هيثم ولا مين اللي عمل كده؟ يا هيثم رد عليا، حرام عليك اذيت نفسك واذيتني. هيثم، هيثم انا قتلت هيثم. قتلتيه؟ مش انا، عشم. انت ليه بتقولي كده؟ انت شفتي حاجه؟ هيثم كان خطر على عشم، حاول يقرب الدنيا تاني من بعض فقتلته، ومن ساعتها اختفت وسابتني. سابتك؟ ايوه سابتني، عشان لو جريمتها كشفت انا اللي اتعدم. طب اهدي بس وخلينا نفكر بالعقل. مش قادره افكر، الخوف شللني، انا ما عنديش حد غيرك يقدر يساعدني. طيب اهدي، تعالي نفكر بصوت عالي. انت ليه حاسه ان هي اللي قتلته؟ مش انا قلت لك ان انا شفتها وهي بتقتل حد في الحلم؟ عشق مش ممكن تأذيكي، لأن معنى كده إنها بتأذي نفسها. فاهمة كده ولا لأ؟ فاهمة، بس عشق بتكره كل الرجال. أنا عارف. ما هو عشان كده قتلت هيثم. أنت عارف هيثم ده بيشتغل إيه؟ قوات. يعني في كل الحاجات اللي عشق بتكرهها. الناس كلها بتكره المهنة دي. أنت بتدافع عن عشق كده ليه؟ أنت خايف منها ولا إيه؟ هخاف منها ليه؟ أنت اللي خايفة. أنت معايا ولا معايا؟ أنا ما بقتش فاهمة حاجة. أنا دكتور مش حكم. أنا مش قادرة أصدق اللي هي بتعمله. ده ناقص تبلغ عني البوليس، البت دي هبلة. ملك بقت بتكرهني قوي، هو في حد بيكره نفسه كده؟ انت لازم تعذريها، ملك خايفه. خايفه من ايه؟ انا ما قتلتش حد، انت لازم تصدقني يا شام. ليه لازم؟ عشان انت بقيت صاحبي الوحيد. ولا انت مصدق ان انا اقتل؟ يعني انتوا كنتوا هناك ولا ما كنتوش هناك؟ كنا هناك يا بيه، بس انا والله العظيم ما عملتش حاجه غير اني حطيت له البرشام في القهوه، واول ما نام سبناه ونزلت. يعني وانتوا بتخدروه كنتوا عارفين في حد قتله؟ اه يا بيه، ما احنا اتفقنا مع عيشه على كده. عيشه؟ ايوه يا بيه، ما هي اللي ادتني البرشام اللي حطيته في القهوه وقالت لنا نحط المفتاح فيه. طب بص، انتوا لو قلتوا الكلام ده قدام النيابه هيعتبروكم مشاركين في الجريمه، يعني هتاخدوا اعدام زيكم زي اللي قتل بالظبط. طب نقول ايه يا بيه؟ مفيش، هتقولوا اللي حصل بالظبط، بس بلاش موضوع الاتفاق ده. هتقولوا ان انتوا رحتوا له عشان تقعدوا معاه شويه، وبعدين بعد ما نام نزلتوا سبتوه، فاهمين؟ اهم حاجه ما تجيبوش سيره عشاء. بس سعاده الباشا، عايز اقول لحضرتك على كلمتين مهمين. طب تعالي لي بكره الصبح عشان عندي حمله دلوقتي يا ام غلوز. ما ينفعش يا باشا الكلام ده يستنى لبكره الصبح. طب روحي لظابط النبطشي. مش هينفع يا باشا، بوس ايدك سايق عليك، النبي تسمعني. في ايه يا ام بلوزه؟ انا اللي ذبحت هيثم اللبان. عشق، عشق خطيبه اسر ابني؟ قالت لي مش انت عايزه تاخدي طارق من اللي قتل ابنك؟ عشق خطيبه اسر؟ ايوه، قالت لي لما هتروحي هناك هتلاقي عزه وبلبله عملوا اللي لازم. ايدك يا بوسم دي ملك، ده عمري ما هنساه. ده مش جميل، ده حق. انت باللي هتعمليه ده مش هتاخدي حق بلوزه بس، هتاخدي حق ناس كتير قوي هيثم ده داسهم برجليه. بس اوعي تجيبي سيرتي لا من قريب ولا من بعيد. ورحمه بلوزه، والله العظيم اللي اكبر من الكل،
عمر لساني ما هينطق بكلمة حتى لو لف حوالين رقبتي حبل المشنقة. تمام، هو دلوقتي زمانه في دنيا غير الدنيا مستنيكي. طيب اروح الحقه بقى قبل ما يفوت. ما تخافيش، ده اللي وقته ينيم فيه الثلاث ايام بلياليهم. بس بقولك ايه، وقتيكي ساعة الجد وقلبك يحن. يحن؟ هو كان قلبه حن على ابني اللي ما عملوش اي حاجة؟ ايوه، انت بايدك دي هتاخدي طار ابنك وطار ناس كتير قوي. خليكي فاكرة. وفري كلامك، انا الدم كله بيغلي في حروقي. الحقه بقى. طيب ما تعطليش نفسك انت، يلا اتكلي على الله. كويس انك جيت يا صبري. عاشق كانت قاعده مستنياك من الصبح وانا ما رضيتش قاعده يعني اسيبها تقعد لوحديها. السلام عليكم. عليكم السلام. انا مستنياك من بدري. بس المعلومه اللي عندي ان الميعاد مش هنا. انا عارفه انك زعلان واسر كمان زمانه زعلان، بس صدقني لما تسمعني هتعرف ان معايا حق. طلعت اجري في الشوارع لغايه ما وصلت للحنفي واشتريت منه سكين حامية. سكين حامية ليه؟ انت هتتبعي فرخة؟ يستاهل، حصر قلبي على ابني. طب كملي، ايه اللي حصل؟ كملت جري لحد ما وصلت لشقته، وهناك شاهد على روحك. تبعتي؟ سيبك من اللي انا عملته، خلينا في اللي انت هتعمله. عن نفسي ايه؟ هقوم لك محامي لو اسر ابني مرضيش. انا مش عايزه محامين يا صبري. خد خد المفتاح ده، شيل المرتبه بتاعت الكنبه، هتلاقي قفل افتحه وهتلاقي فلوس وتوكيل انا عامله لك. ايوه بس انا مش عايز منك حاجه. ده مش عشانك. التوكيل ده بيع المحل، بيع وشراء البلبلة. بلبلة؟ زي ما ضيعت روح عايز ألحق روح، يمكن ربنا يسامحني ويعفي عني يوم الموقف العظيم. فلوس اديها البلبلة؟ لا، خليهم معاك لحد ما ينفذ أمر الله، طلعهم رحمة ونور على روحي. دول أمانة يا صبري، هسألك عنهم يوم ما نتقابل. في رقبتي يا أختي. امشي دلوقتي يا صبري، امشي وما تجيليش هنا تاني، خليني صلبة حيلي لغاية الآخر. يا ست ما تسيبيني أجيلك، هشوف طلباتك لغاية ما نشوف إيه اللي هيحصل. من اللي أنا بقولك عليه يا صبري، وأعمل حسابك لو جبت سيرة عن اللي حصل ولا عن عشق، هقول ده ما حصلش. أقرا لي الفاتحة لما تفتكرني. يلا يا امين خدني على الحجز. يلا استمع. استنى يا امين. امشي بقى يا صبر. يلا يا امين. بكلمك دلوقتي يا نجات. ده دكتور عاصم رن بس ما ردش، حابب اشوف عاوز ايه. لا لا خليكي، ما دام ما اتكلمش بقى نايمين. لحسن يزعل وتبقى من كل ناحيه، هو تلاقيه سهران ومحتاج فنجان قهوه. هعمله له وارجع على طول. لا خليكي، الوقت متاخر، انا هعمل له القهوه. شوف يا اخويا.
نورتي بيتك يا حبيبتي. يا طنط. اتفضلي. ايه في حياتك؟ انا مش عارفه انت ازاي قدرتي ترجعي. لا ما تظلمنيش، ما تظلمنيش يا ملك، انا ما عملتش حاجه ورودي كمان ما عملش حاجه. انا ممكن افهم اللي عمله عم مراتي، لكن انت انا مش فاهماكي. استفدتي ايه لما خربتي البديل؟ انت بتقولي ايه؟ كل حاجه اتكشفت خلاص، انت كنتي على علاقه ببابا وعلى. لا ما حصلش، ما حصلش. انت مين اللي قالك الكلام ده؟ بابا بنفسه اللي قال. أنا كنت في أوضتي وسمعت صوت زهيق، خرجت لقيت عم الراديو وبابا بيتخانقوا، وسمعت كل حاجة. سمعتي إيه؟ أنت ربنا إداك كل حاجة، جاي بصلي في الحاجة الوحيدة اللي فضلالي ليه؟ لولا أنا وفلوسي كانت ثابتك من زمان، أنا ما خدتش منك نجاة، ده أنا رجعتها لك. أنت وهي حطيتوا راسي في الطين. تنساش نفسك بقى وتعمل عليها شريف. أنا شريف غصب عنك. الشريف ما يقبضش من ورا مراته وياخد الفلوس عشان يسدد بيها ديونه. ما كنتش أعرف، ما كنتش أعرف. يا كنت تعرف يا أخويا. أمال أنا كنت بديها فلوس ليه؟ ها؟ كنت تعرف وعامل نفسك مش واخد بالك. أنا عارف أنت عايز إيه يا رادي. تاخد كام يا رادي وتسكت؟ هقتلها. ما تعملهمش عليا بقى. بص يا رادي، يا تسكت وما اسمعش صوتك تاني، يا تطلع بره بيتي. بس خلي بالك، لو مشيت أنا مش هسيبك، وهعرف مكانك لكل اللي رافعين قواضي عليك. انت هتعمل ايه مجنون انت؟ راضي انا اعقل، اعقل راضي، انا هديك كل اللي انت عايزه. بس الخوف خلاني جمدت في مكاني، عرفت اصرخ ولا اجري لغايه ما ماما جت. حبيبي بابا ادي عارف. ايوه، واكيد هيقول الكلام ده في التحقيق عشان يخففوا من علي الحكم. ولا فتحوا هتسكنه في الفوسك. بابا هو اللي مات مش هو، وانتي السبب، انتي اللي فضلتي تجري وراه لغايه ما استغلتي لحظه ضعف عنده. لا ما حصلش، هو اللي كان بيجري ورايا. انا ياما صديته وياما ترجيته بس بابا ما كانش بيسمع. انتي عايزه تفهميني ان هو اللي غلط؟ انا كمان غلط، حطيت راس بنتي وجوزي في الطين. انت اللي تستاهلي الاعدام مش عم مراتي. صح، انا اللي استاهل. المشكله انا لما بقرا القضيه وبنسى اني بنتك بصدق انك انت اللي قتلت. والله ما قتلته. انا عارفه يا بابا ومصدقك، بس ده الاحساس اللي بيجيلي لما بقرا، وده الاحساس اللي هيجي لوكيل النيابه والقاضي كمان. ما هو ده شغل بقى المحامي يغير الاحساس ده. عارف ان انا اللي هترافع عنك. انتي استاذ اسر رفض القضيه بالعافيه، خليني اشتغل من مكتبه، ولان مفيش فلوس مش قادرين نوقف محامي تاني، فتقبل تحط حياتك في ايد حد قليل الخبره
بس بيحبك وبيخاف عليك. بلاش يا منى، خلي المحكمة تقول له حالي. خايف مني يا بابا؟ خايف عليك يا بنتي، مش عاوزك تبتدي حياتك بقضية خسرانة زي دي تعيش بذنبها طول عمرك. أنا أذيتك كتير ومش عاوز آخر حاجة أعملها إن أدمر اللي جاي من عمرك. أنا لو ما كسبتش القضية دي يا بابا يبقى مفيش أي قضية تانية مهمة بالنسبة لي. أنا وأختي ما كناش بنسيب بعض أبدا، في المدرسة مع بعض، بنلعب مع بعض، حتى في النوم كنا في أوضة واحدة. أنت كدابة، أنت عمرك ما حبيتي أختك. وأنا هكدب عليك ليه؟ ما تسأل ماما إحنا كنا مرتبطين ببعض قد إيه؟ ممكن يكون ده بيبان قدام الناس أنتوا صحاب، لكن أنت من جواكي كنت بتكرهي سيطرت عليكي. أنا مش فاهمة أنت جبت الكلام ده منين؟ أنا كنت بحب أختي جدا على فكرة. أنا هصدقك. تقدري تقولي لي اختك راحت فين؟ معرفش. ما كنتوش بتسيبوا بعض زي ما انت بتقولي، يبقى ازاي مش عارفه اختك راحت فين؟ مش عارفه. لا عارفه، مش بعيد تكون انت السبب في اختفائها، كنت بتغيري منها عشان كانت دايما محور الاهتمام، صح؟ ايه التخريف اللي بتقوله ده يا دكتور؟ ساعات الحقيقه بتبقى شبه التخريف. وانت فاكر ان حد هيصدقك؟ مش مهم حد يصدقني، بس انت ما تخافيش لو قلتي لي. القانون بيبني السريه بين المريض والطبيب. محدش هيعرف. محدش هيعرف ايه؟ انا ما عنديش حاجه اقولها لك اصلا. تنكري ان ماما وبابا كانوا بيحبوا عيش اكتر منك؟ يمكن، مش فاكره. لا فاكره، بس خايفه تعترفي. هي قويه وذكيه وانت مجرد تابع صوره بهتانه، عشان كده قررت ان هي تختفي. دكتور عاصم قال لي كل حاجه قبل ما يموت. قال لي ان كان بيحب عيش اكتر منك وانت كنت بتغيري منها، مش كده؟ دكتور عاصم ده كذاب، كذب عليك زي ما كذب على الدنيا كلها. ازاي؟ كان عامل نفسه طول الوقت بيدور على عيش وهو عارف انها مش موجوده. وعرف منين انها مش موجوده؟ عشان عارف انها ماتت. ماتت؟ كنا بنلعب مع بعض في الاوضه وفجاه سمعنا صوت بابا. دفنها في مدافنه وضعت اتقفل على كده. وقتلتيني لما انت خايفه من الفضيحة. لا انا ما قتلتوش، ابوكي هو اللي قتله بعد ما عرف. بابا ما يعرفش اي حاجه عن علاقتك بعاصم. ملك كانت بتضحك عليكي. يعني مش ابوكي هو اللي قتله؟ بابا لو كان عملها كان قال لي انا اول واحده، مش لاني بنته، لاني انا المحاميه بتاعته. وتقولي لابوكي اي حاجه من اللي انا قلتها لك؟ قول له ايه بس يا ماما؟ قول له ايه؟ هو انت قلتي الكلام اللي انت قلتيه ده للضابط في التحقيق؟ قلتي له؟ ايوه، بس هو وعد لي ان هو مش هيقول لحد. انت كده ثبتي التهمه على نفسك. مش مهم طالما ابوكي خرج منها. طب وانتي؟ انا غلطت ولازم ادفع ثمن غلطي. والحكايه دي بقى هي اللي كرهتك في العلاقه بالراجل والست، مش كده؟ سؤال ذكي مش هرد عليه. انت ليه عملت كده؟ ليه فكرتها؟
ما تقوليش عشان مصلحتها والجو الفاضي ده. امال اكون عملت كده ليه؟ انا شايفاك وانت مبسوط بنفسك وهي بتتعذب قدامك. طب ليه ما حاولتيش تحميها؟ عشان هي عايزه كده. هي كانت عايزه تتعذب. والحكايه دي بتعذبك زيها؟ لا بس بتعصبني. طب بابا بيحسسك بايه؟ الدكتور عاصم. ما بلاش السيره دي. بيعصبك؟ انا ما قابلتوش. ازاي وانتوا عايشين في نفس البيت؟ طب ما انا ومالك عايشين في نفس الجسم وعمرنا ما تقابلنا. ما فكرتيش تنتقمي منه؟ انت اللي قتلتيه مش كده؟ كل كلامك بيقول ان انت اللي قتلتيه. هو اللي صمم يتقتل. ازاي؟ مين؟ في حاجه يا بابا؟ هو ما حدش هنا ولا ايه؟ لا ماما ومازن راحوا عند طنط عفاف. طب كويس قوي. يعني انا وانت لوحدنا. ايه الحكايه بقى؟ حكايه ايه؟ حكايه عشا. انتوا لقيتوها؟ انا زمان كنت مصدقك ومصدق تمثيلك، لكن دلوقتي خلاص ما بقتش مصدقك. ملك تعالي هنا. ملك استني. راح فين؟ أنا تعبانة شوية، لو بتحبني بلاش نتكلم دلوقتي. أنا عايز أفهم أنت ليه بتعملي كده؟ أنت مت أنت أقف لما أكلمك. تعالي هنا أهو. أقف يا بنت. عايز أفهم بالظبط. أنت ليه بتعملي فيها حاجة؟ ولما بتخرجي بره بتعملي إيه؟ أنت بتحاكمني بأمارة إيه؟ ما قبل ما تحاكمني روح شوف نفسك، روح شوف. وأنا آسفة؟ أنا آسفة يا بابا. بابا أبوس إيدك، أبوس إيدك، بلاش نتكلم دلوقتي عشان خاطر. تعالي هنا أهو. ما أنا مش هسيبك إلا لما أفهم. تعملي ايه بره وانت عامله عشقه؟ يبقى اللي شايف عمر صح، بتسهري في البنات وبتمشي مع رجاله. طب ما انت بتمشي مع ستات ومش عاتق حتى الشغال. بقول لك ايه يا دكتور؟ لما نفسك وبلاش نتكلم عن العلاقات والمشي. ها؟ انت ازاي تكلميني بالشكل ده؟ ده انا ابوك. ابوي؟ ابوي بأمارتي ايه؟ الاب الحبيبي يعني العيل، وانت راجل مش فاضي لحد، حياتك يا شغلك يا الستات. انت فاكر محدش دارين باللي انت بتعمله؟ انا طول الوقت عارفه وشايفه وساكته. انت شايفاني وحش كده؟ وحش قوي يا دكتور، قوي. واضح انك انت فعلا تعبانه ولازم تروحي المستشفى. عايز تقول عليا مجنونه وتحبسني في المستشفى؟ دي خطه حلوه وسهله قوي. وطبعا بعد كده اي حاجه اقولها هتبقى جنان مش كده؟ خلاص اطلع على اوضتك دلوقتي يا ملك. انا مش ملك. انا عايشه. فاكرها؟ في الأوضة دي أنت كنت مع نجيب وأنا كنت هنا، وهنا كتمت نفسي. فاكر؟ ما كانش قصدي. أنا ما كنتش عايز تصرخي وحد يسمعك. ما يسمع كان هيحصل إيه يعني لو سمع؟ ماما هتتطلق؟ ما تتطلق. مش أحسن ما تبقى أب قتل بنته؟ أنت شكلك تعبان يا ملك. قلت لك أنا مش ملك. مش عارفة إذا كنت عشق ولا ملك، عشان كده لازم تروح المستشفى وهناك كل حاجة هتتظبط. بجد يا بابا؟ طبعا يا حبيبتي، هناك هتعرفي إن كل اللي في دماغي من ده أوي. ملك ملك قلت لك يا شيخ. بتقول عليه ده هو اللي خلاني اقدر اكمل واعيش، من غيره ما كنتش هعرف اكمل. تقدر تقول لي كنت هبص في وشه كل يوم ازاي الصبح وانا عارفه ان هو اللي قتل اختي؟ ليه؟ اكتر خفت منه. كل لما بيفتح باب الاوضه ويدخل عليا كنت بفتكر انه هيخنقني زيها. كنت بترعش لما بيجي يغطيني ويمثل دور الاب. ساعات بحس ان انا عايزه اقول له شيل ايدك بعيد عني، ايدك دي اللي قتلتها. هي دي الحقيقه. انا عارف انها مره بس حقيقه. يعني عاصم تلاش ده كلام ملك بس غالبا صح كده. الحالة بقت اتفسرت تماما. صدمة موت اختها قدامها هو اللي سبب لها الضبط بالسمارتي.
مالك؟ هي اللي قتلت بابا؟ أنا عارف إن كمل حقايق كتير، بس أنا ما قدرتش أجزئها لكم. وبعدين؟ هنعمل إيه؟ أنا بنصح إنها تخش مصحة، لأنها ممكن تبقى خطر على الناس الموجودين حواليها. إحنا كنا مسافرين لندن. ممكن تخش مصحة في لندن، بس في الحالة دي أنا هكتب تقرير مفصل للدكتور اللي هيعالجها هناك. معلش يا دكتور، إحنا مش هنقدر ناخد أي قرار دلوقتي. استأذنك بس ادينا وقت عشان نعرف نستوعب اللي حصل ده. أنا مقدر اللي أنتوا فيه، بس أرجوكوا بسرعة، الحالة بتتدهور مع الوقت. للأسف كل اللي عملناه ما ينفعش. الحكاية مش سهلة ومحتاجة أكتر من محاولة. يعني نجات هتشيل التهمة؟ تغيير مسار القضية محتاج دليل، بالعكس الكلام اللي احنا قلناه ممكن يخلي المباحث تتهم الأستاذ راضي كمان. مش هي، والله العظيم ما هي، والله العظيم ما هي. اهدى اهدى يا أستاذ راضي، كل حاجة لها حل، وبعدين احنا لسه في أول السكة. طب ممكن تريح جوه شوية لحد ما منا تيجي؟ أنا السبب في كل اللي حصل، أنا السبب. وأنت ذنبك إيه بس؟ زمان وهي شايلة الهم، معرفتش أوريها ولا يوم كويس، كانت ساكتة وصابرة، ما شافتش معايا غير الذل والمرار. اهدى يا عم راضي، اهدى، ما تعملش في نفسك كده. اتفضل يا فندم. استدهات دي فيها اعترافات مهمة تخص قضية قتل الدكتور عاصم أبو النور. تمام، استدهات معايا وهنعمل لها مشاهدة، بس يا ريت تحكي لي الحكاية. مش هينفع يا فندم، لازم حضرتك تشوفهم الأول وبعدين أنا أحكي لك. أنا هسيب لحضرتك رقم تليفوني، وبمجرد ما تخلص مشاهدة كلمني وأنا هحكي لك على كل حاجة. أيوة بس أكيد حضرتك فاهمة إن الاستدهات دي متسجلة من غير إذن نيابة، يعني مش هينفع تبقى دليل. مش مهم، المهم إن الحقيقة تبان. ايدك يا ناس، هات ايدك، بس انا مش قادر. معاكي يا حبيبتي، معاكي. دلوقتي يا ماما، خلي بس عينينا عليها لغاية ما تحس، لغاية ما نشوف هنعمل ايه. الموضوع كل شوية بيتعقد أكتر، وأنا ما بقتش لاقية له حل. مش مهم، أنا كنت عارفة من الأول. أبوكي عارف حاجة؟ لا ما عارفش حاجة. الحمد لله، أمانة عليك يا مين، حاسبك عليها يا مين دي. أبوكي عارف حاجة يا ماما. أنت في إيه ولا في إيه بس؟ مش عايزة كرامته تتجرح،
اكيد اعمل زي الازاز، اي خبطه صغيره هتشرخ، دي خبطه كبيره قوي. طب وانت؟ وانت يا ماما؟ متشغليش نفسك بيه، ده تمن لازم ادفعه، الغلط يدفع التمن، بس ربنا يعلم. لكن بخاطري ولكن برضاي. تبقي ما غلطتيش، ما غلطتيش يا ماما. لا غلط، غلطتي في سكوتي. عارفه يا ماما الفرق بين الصح والغلط شعر، انا خفت اصرخ ابوكي يسمع فانسيب البيت فسكت. ماما انا مش عايزه اسمع اي حاجه عن الموضوع ده من فضلك. انا دفعت تمن سكوتي سنين طويله لحد ما لقيت ان هو كمان لازم يدفع، بس للاسف دفعته ارخص حاجه في الدنيا. انت عشتي شايله الذنب ده كله لوحدك، وهي منها تقفي في المكان اللي ما تعرفيش تصرخي فيه ولا تقولي لا عشان تفضل راسك مرفوعه. حاضر حاضر يا ماما. ادخل. ماما ايه يا حبيبتي؟ كنت فين طول النهار؟ قلقتيني عليكي. انا عايزه احط ليكي يا ملك، تعالي فوتي. يا سلام بس كده. صباح. نعم يا دكتور هشام. فين السيديهات اللي كانت على المكتب؟ دكتور انا دي جت من حوالي ساعه، اخذتهم وقالت لي ابلغ. وازاي تسيبيها تعمل كده؟ حضرتك كانت بتتفرج دايما على السيديهات دي. خلاص خلاص. الو الو، هاي دكتور، انت خدت سيديهات ملك؟ طب من فضلك السيديهات ترجع. للاسف يا دكتور هشام مش هقدر. عموما ما تقلقش عليهم، هما دلوقتي بقوا في الحفظ والسوق، انا وديتهم البوليس. انت زعلان ليه؟ انا اللي اخدتهم مش انت. تقدر تروح القسم تعمل لي محضر وتقول ان انا سرقتهم كمان. عموما خلاص الموضوع انتهى، وانا دلوقتي في طريقي للمطار وطيرتي كمان ساعتين. انا مش هقدر استحمل زعيقك اكتر من كده ومضطر اقفل السكه.
تاخديش مني. ملك مش هسيبك. بسم الله ما شاء الله، عشقة حلوة قوي يا ماس. لا طبعا ملك احمد يا حبيبتي. يا حبيبي ماهم توأم حصف عيني لما يصلي على النبي. الله اكبر الله اكبر، من كل عين بصاصة الدم فيها رصاص. بتصلي على النبي يا صافي ما سمعتكيش. ما صليت يا طنط، وانا يعني هحسدهم؟ دي كلها شهر اصلا واللمه دي كلها تبقى عندنا. لا احنا نعمل السبوع هنا اوسع عشان حتى ما نوسخش البيت عندنا. يا خالتي احنا نعمل السبوع عندكم ممكن؟ يا حبيبي تشرف. اتشرفوا ايه، ما تتكيش قوي احسن يعملها بجد. صافي بس تشد حيلها والبيت كله تحت امرك. طب انا في حاجه نفسي اعملها من وانا عيل صغير والنبي يا جماعه. اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. اسمع كلام ستك ام امك، ما تسمعش كلام ستك ام ابوك. كده برضو يا عمر؟ طب خلاص خلاص يا بنات، ما تسمعوش كلام اي حد. انا مين؟ يا اولاد يا اولاد تعالوا 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 يلا تعالوا. ايوه كده. يا ربي يا ربي يا ربي اسمعوني تبقى معانا دلوقتي وتفرح. ربنا يفك سبناها يا ماما، احنا عايزين نتبسط. لا يا بنت لا يا بنت، انا مش هقدر ارفع عيني في عينه. خليني هنا هنا في الاوضه، انا هسمع كل حاجه كاني معاكوا بالظبط. يا ماما هو طلقك خلاص، اعتبريه راجل غريب عشان خاطري. انا محتاجاكي جنبي النهارده عشان خاطري. انا ما تتعبنيش يا بنتي، أصلاً كتر خير الدنيا أنا معاك. وين ادخل. إيه يا حبيبتي؟ إن شاء الله بينا بقى ولا إيه؟ أنت وشطارتك يا ياسر، خرج حماتك وأنا هخرج. إيه يا ست الكل؟ في إيه بس؟ هما الجماعة اللي جوه دول اتأخروا ليه كده؟ عروسة بقى وبتتدلع شوية. الله، طب ما أنت كنتي عروسة وما تدلعتيش، ده أنا اتجوزتك في منت. ايه ده؟ انت هتتريق ولا ايه؟ اتفضل قدامي يا استاذ. على فين؟ عشان تجيب الاطباق والشوك والمعالق والسكاكين. ماشي هجيبهم اه، بس اعملي حسابك مش هتدبس في غسيلهم زي الاسبوع اللي فات. ها لوجي، روحي شوفي خالو ياسر اتاخر ليه وقولي له يلا. على فكره راضي، انا مستجدعك قوي انك وافقت الماما تحضر، ده حقها. وانا راجل ما يفوتنيش الحق. يا صورة في الخيال ما تغيبش عننا، بداية الامل وعيد فرحنا، شبابنا في بلده. صباح الخير. صباح النور. كانش لازم تتعب نفسك وتيجي يا طارق. ما ينفعش افوت زيارة واحدة. شفتي يا ماما؟ جاب لي الورد اللي أنا بحبه. حلو قوي يا حبيبتي.
ربنا يخليك يا طارق. اتفضل يا طارق اتفضل. اخبار المحطه ايه؟ كل الناس بتسال عليك. انا المايك وحشني قوي. حبيبتي ان شاء الله هتخرجي وهترجعي تاني لشغلك. يا ريت بقى يا ماما، انا تعبت قوي هنا. معلش يا مك خلاص هانت بقى، ان شاء الله المره الجايه الدكاتره هيقولوا ان انت هتخرجي امتى. لو سمحتوا يا جماعه الفرن ده. حاضر. باي ماما. بيبوسيني ملك وعشاء قوي، انا نفسي اشوفه. حاضر يا حبيبتي. ملك وعشاء مين؟ الولاد مازن. هنجيبهم لك يا ستي المره الجايه. ارفع ايدك لفوق. سنة كمان. ايوه. يلا باي باي. باي باي. باي ماما. باي يا حبيبتي. باي يا طارق. باي. ماما. ايوه يا حبيبتي. اول ما صفي تولد بيكلميني وطمنيني جابت ايه؟ حاضر يا حبيبتي. اخبار الدكتور الجديد ايه؟ ان شاء الله خير، هو قرا التقارير القديمه وان شاء الله بعد الزياره هيقابلها ويكتب تقرير جديد، ما تقلقيش. يا رب خير. ان شاء الله. ادخل. صباح الخير. صباح النور. انا احمد الدكتور الجديد بتاعك. اهلا دكتور. قوليلي بقى يا ستي انت اسمك ايه؟ انا